اوكي طيب احنا هنتكلم بقى، قلنا ان سبيسيفيك في الامبيدد سيستمز اللي احنا انترستد فيه هو المايكرو كنترولرز. اوكي والمايكرو كنترولرز قلنا في شركات كتيره بتعملها وفي انواع كتيره موجوده في الماركت، فعشان نركز لازم نسلكت نوع معين من شركه معينه ونشتغل بيه. فاحنا هنشتغل زي ما قلنا الكورس 8051 مايكرو كنترولرز، اوكي، وغالبا من شركه اتمل اللي هي دلوقتي اسمها مايكرو تشيب، خلاص، وده اللي احنا هنستخدمه عشان اللاب يبقى ماشي مع المحاضره. يعني الحاجات اللي انت بتعملها ديفلوبمنت في اللاب او بتجربها خلاص تمشي مع نفس الكلام اللي بنقوله في المحاضره، بس شغالين هنا في المحاضره على مثلا تايب وانت في المعمل شغال تايب تاني خالص. طيب بالنسبه للمايكرو كنترولرز ده السلايدز بتاعتنا، نبدا من سلايد 40، السلايدز اللي قبل كده يعني انترودكشن كده، حاجات انت عارفها على الديجيتال لوجيك، على الباينري سيستمز، الكلام ده، فمش عايزين نكرر معلومات ريدندنت يعني. مايكرو كنترولرز اند امبيدد بروسيسورز اوفر فيو في 8051 فاميلي، دي الحاجات التوبكس هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله. طب بنقول ان بالنسبه للجنرال بيربز مايكرو بروسيسور اللي انت اوريدي درسته ده، ما كانش فيه رام، ما كانش فيه داتا ميموري، وما كانش فيه روم، ما كانش فيه بروجرام ميموري، وما كانش فيه انبوت اوتبوتس، يعني حاجات توصله بالدنيا، مجرد ان هو تشيب سي بي يو بس. فده انت عشان تعمل سيستم يعمل اي حاجه بسيطه لازم تعمل ايه؟ لازم تجيب كل الايسات دي اكسترنال، يعني تجيب رام وتجيب روم بروجرام ميموري وتجيب انبوت اوتبوتس بقى حسب الانبوت اوتبوتس اللي انت شغال بيها، وكلوك جنريتورز. تلاقي نفسك عندك مثلا على الاقل 5 ايسات عشان تعمل سيستم يعمل ابسط فانكشن. ده بالنسبه للمايكرو كنترولر المايكرو بروسيسور. المايكرو كنترولر بقى عندنا كل الحاجات دي بتبقى امبيدد او اون ذا سيم تشيب، على نفس الاي سي اي في كل الحاجات دي. عندي المايكرو كنترولر هاز سي بي يو بيبقى موجود، الرام والروم والانبوت اوتبوتس والتايمرز والاكت ديجيتال والديجيتال، كل ده على نفس الاي سي اي. وصلت التكنولوجي ان الاي سي اي دي المايكرو كنترولرز بقت من يعني الكومبلكسيتي ان هي بتبقى 6 بينز، 6 رجلين، 6 رجلين يعني كنترولر قد حبه الرز كده، خلاص. يعني ده ايه ده؟ ده تبرمجه ازاي؟ بيتبرمج وتكتب له بالاسمبلي وتبسي وتوصله وتعمل بيه برودكت زي ما انت عايز، تمام. فزي ما قلت لك احنا بندخلك لحاجه يعني مجال كان مقفول بالنسبه لك او عارفه كده من فوق الوش كده، اردوينو مش عارف ايه بروجكتات، لا انا بدخلك ديبلي في المجال عشان لو حسيت ان في انترست بالنسبه لك، عايز اعرف اكتر، عايز ادور اكتر، تبقى ايه واقف على الارض صلبه يعني. فاذا الاستراكشر بتاع المايكرو بروسيسور سيستم ان انا عندي سي بي يو تشيب، اعتبر ان كل واحده من الزرق دول تشيب، الرام تشيب، الروم تشيب، الانبوت اوتبوت تشيب، التايمر تشيب، السيريال بورت تشيب. انما المايكرو كنترولر everything is embedded on the same chip. طيب السلايد دي عن الفرق ما بين المايكرو بروسيسور والمايكرو كنترولر. مايكرو كنترولرز versus general purpose مايكرو بروسيسور. بالنسبه للجنرال purpose مايكرو بروسيسور زي ما قلنا لازم انت تزود must add RAM, ROM, input output ports, timers externally to make them functional. هو لوحده مش هيشتغل مايكرو بروسيسور. make the system bulkier and much more expensive. ده يتبعه ايه؟ ان السيستم عندك هيبقى كبير بالكي، صح، وبيستهلك باور عاليه واكسبنسيف، تكلفه كل اي سي من دي بفلوس. وهاف ذا ادفانتج اوف فيرستاليتي اون ذا اماونت اوف رام روم اند انبوت اوتبوت بورس. ولكن بقى ايه الادفانتجز ان انا اعمل مايكرو بروسيسور سيستم؟ ان انا اقدر ان انا ازود الرام، اكسباند الرام، اكسباند الروم، اكسباند الانبوت اوتبوتس. زي ما كان قال لك مثلا 8088 ممكن يوصل لحد 1 ميجا ميموري، صح، توصل له حطه برنامج 1 ميجا ميموري مثلا، ممكن اب تو البريفيرلز الانبوت اوتبوتس ممكن اب تو 64K 64000 بريفيرل. انما لما نتكلم على المايكرو كنترولرز الصغيره دي انت الحاجه بتبقى بالهاف كيلو بايت الميموري، هاف كيلو، نص كيلو بايت، خلاص. الانبوت اوتبوتس 4 انبوت اوتبوتس بس، 4 مش 64000، ال 4 8 20 32 انبوت اوتبوت، فليميتد. ده المايكرو كنترولر بقى ذا فيكسد اماونت اوف اون تشيب رام روم اند نمبر اوف انبوت اوتبوت بورتس ميك ذم ايديال فور ميني ابلكيشنز ان ويتش كوست اند سبيس ار كريشال. يعني انا عندي الريموت كنترول ده،
ريموت كنترول ده انا عندي ريكويرمنتس. ايه ريكويرمنتس؟ ان ده يبقى هاند هيلد حجمه صغير، سايز بتاعه صغير، ان هو يشتغل ببطاريه، ان هو يبقى رخيص صح، ان هو يعني وانا كده كده مش محتاج فيه غير هم اربع زراير اب داون خلاص، هم مهم فيهم اتنين كمان. طب انا ليه اجيب بقى مايكرو بروسيسور وبريفرالز او لا، ده انا اجيب اصغر كنترولر يمشي الدنيا، يمشي الدنيا. اصغر مايكرو كنترولر ممكن يتحط في حاجه زي كده. ليه؟ لان انت مش محتاج غير اربع زراير، فانا هجيب كنترولر ليه اربع انبوت اوتس مثلا يعني خلاص، و باور قليله وبطاريه وكله تمام. يبقى اذا السبيس والكوست اللي هم بالنسبه لك مهمين في الحاجه اللي انت بتعملها، يبقى بتستخدم مايكرو كنترول. In many applications the space it takes and the power it consumes and the price per unit are much more crucial considerations than the computing power. يعني انا مش انترست ان انا اجيب حاجه فيري باورفول وسريعه جدا وتبقى غاليه او بتحتاج باور عاليه او هتخلي لي البرودكت بتاعك حجمه كبير تمام. يعني مثلا مايكرو الموبايل اللي معانا فيه كنترولر ارم مايكرو كنترولر، ده مايكرو كنترولر اسمه ارم فاميلي، ده فيري باورفول، يعمل شيفت انت تخش على النت وتعمل بروسيسنج وتفتح صور وفيديوز وفيسبوك كل الكلام ده صح. بس هل ده انت محتاجه في حاجه زي كده مثلا ريموت كنترول ده؟ لا طبعا. ليه؟ هيغلي لي ده بدل ما هو هيبقى مثلا ب $10 خلاص هيبقى مثلا ب $100، ما حدش هيشتريه. لا ده انا عشان اخليه ب $10 اجيب اصغر كنترولر ايه ممكن. An embedded product uses a microprocessor. بص بقى اسم السلايد دي مايكرو كنترولر برضه، فور امبيدد مايكرو كنترولرز فور امبيدد سيستمز. An embedded product uses a microprocessor or microcontroller to do one task and one task only. خلاص زي ما قلنا البي سي ان جنرال ما يعتبرش ضمن الامبيدد سيستمز لان ده جنرال بيربوس سيستم، تقدر ان انت تعمل عليه اي سوفت وير، تنزله لودنج جيمز، يعني مش حاجه محدده. فاحنا قلنا الامبيدد سيستم ده بيبقى ديديكيتد لسيرتن تاسك محدده. يعني ريموت كنترول ده عشان البرزنتيشن يعني بيربوسز، ما ينفعش ان انا استخدمه للتلفزيون مثلا، يعني بتاع التلفزيون ما ينفعش استخدمه للديش، يعني حاجات محدده سيرتن تاسك. ولكن بص بقى الجمله دي، ا بي سي ان كونتراست ويز ان امبيدد سيستم كان بي يوزد فور اني نمبر اوف ابلكيشنز، ات هاز رام ميموري اند ان اوبريتنج سيستم ذات لودز ا فرايتي اوف ابلكيشنز into the RAM and let the CPU run them. A PC contains or is connected to various embedded products. Each one peripheral has a microcontroller inside. It's inside it that performs only one task. يعني ايه الجملة دي؟ بالرغم ان PC كPC قلنا مش embedded system، اللي هو general purpose واستخدمه جميع الاستخدامات، ولكن البريفرالز اللي واصله حواليه تعتبر امبيدد سيستمز. ليه؟ لان كل واحد فيها في مايكرو كنترولر بيعمل سيرتن تاسك. مثال كيبورد فيها كام زرار مثلا؟ 102 زرار، 104 زرار كيس. هل تتوقع البروسيسور المايكرو بروسيسور قاعد يسكان هو بنفسه على كل الكيس دي لحد ما يلاقي ان انت عم في كيس ستروك يروح واخد الاسكي كود بتاعه ويعمل اكوردنج ليه اكشن معين؟ استحاله طبعا، هو مش فاضي للكلام ده. البروسيسور بتاع الكمبيوتنج باور، انما التاسك دي كنترولر مايكرو كنترولر موجود على الكيبورد بيلت ان، هو بقى اللي متوصل بالزراير ومتوصل بالانتربتس والكلام ده كله. وظيفته ان اول ما يضغط زرار على الكيبورد يعرف اني كي بريست واكوردنجلي يبعت الاسكي كود بتاعه للبي سي، البي سي بقى يروح واخده على الجهاز يعمل بيه اكشن معين تمام. فده اللي بيحصل، فدي المقصود بهنا ان المايكرو بروسيسور بي سي بالرغم ان هو يعني مش امبيدد سيستم الا ان البريفرز اللي حواليه كلها تعتبر امبيدد سيستم. البرينتر تعتبر امبيدد سيستم اكيد جواها مايكرو كنترول، ديفينتلي مايكرو. هل الشاشه طب الشاشه الكمبيوتر ما يقدرش يطلع صوره على شاشه ولا يطلع فيديو على شاشه، ما عندوش القدره يعمل كده. بي سي البنتيوم بروسيسور 3 جيجا ما يقدرش يطلع؟ اه طبعا ما يقدرش. ليه؟ لان الشاشه دي حاجه صعبه جدا. انت لو تشوف عشان انترفيس مع شاشه فيجا مونيتور او دي في اي مونيتور، سكاننج وهورزونتال سكاننج وفيرتيكال سكاننج، والشاشه بتتمسح وتتكتب والبروسيسور فاضي للكلام ده؟ ده لو عمل كده يبقى هيبطل لك الدنيا كلها.
امال يحصل ايه؟ في حاجه اسمها كارت الشاشه، فيجا كارد مثلا، صح؟ ولو حاجه عاليه قوي بقى فيها جيمنج ومش عارف ايه وكده، لا جي بي يو، هات جي بي يو. لو بصيت انت على الجي بي يو دي، الكارت اللي بتحطها جوه الكمبيوتر، بتلاقي عليها ايه؟ بروسيسور محترم بتاعها، وغالبا ده بيبقى سام سورت اوف اف في جي اي اللي هي واحده من امبيدد سيستمز، ورام كبيره، دي لوحدها كمبيوتر. بساعات الجي بي يو كارت الشاشه بتبقى اغلى من الكمبيوتر، صح؟ في الجيمنج والحاجات دي كلها. فاذا دي ده المقصود من النقطه دي، صح؟ تمام. الابلكيشنز طبعا بتاعت المايكرو كنترولر زي ما قلنا، في فرايتي اوف ابلكيشنز، في البيت، في المكتب، في العربيه، ودينا امثله زي ما انت عايز، في اوت دور، في ان دور، قلت لك اشاره المرور مثلا، امبيدد سيستم، بالنسبه للعربيه الاير باج اللي بتفتح لما يحصل كراش، امبيدد سيستم، وقلنا بتشتغل ازاي. فالكلام ده كله خلاص انت بصيت للحاجه بقى حواليك بنظره ثانيه. انا باصص لاي حاجه انها دلوقتي دي امبيدد سيستم ولا فيها حاجه بتحسب، حاجه بتستنى مني ريموت، حاجه بتقارن، يبقى ديفينتلي تبقى امبيدد سيستم. طيب، وزي ما قلنا مجال الاي او تي اللي هو المفروض اللي هو سونر اور ليتر كله رايح له، مضطرين ماشيين كده رايحين، خلاص لازم نبقى احنا اوير ايه الاي او تي ده، ويبقى فيه ايه، بروسيسور، كنترولر، نوعه ايه، حاجه ايه، واي فاي، يبعت ازاي الداتا، ازاي الكلام ده. لان انت ممكن هتلاقي في جوب اوبورتيونيتيز في المجال ده طلعت كتيره جدا عشان يحصل ديفلوبمنت وهكذا. بص بقى السلايد دي تبان محيره شويه، بيقول لك اكس 86 بي سي امبيدد ابلكيشن. مش انت قلت لنا ان الكمبيوتر اللي هو البي سي ما ينفعش يبقى امبيدد سيستم؟ امال ايه السلايد دي بتقول لنا لا ده اكس 86 اللي هو الكمبيوتر برضه بي سي امبيدد ابلكيشنز. طب many manufacturers of general purpose microprocessors have targeted their microprocessor for the high end of the embedded market. ساعات في بعض الشركات قال لك لا ده احنا عايزين نعمل embedded application، بس embedded application يبقى فيه memory كبيره، يبقى فيه computation power عاليه، يبقى انا احط فيه microprocessor مش microcontroller. مثال حاجات انا شفتها بنفسي مثلا زي حاجات الاكسس كنترول اللي هي بتاعت البصمه وبتاعت الفيس ريكوجنيشن والكلام ده. حاجات زي كده انت محتاج ميموري كبيره تبقى موجوده. فالميموري دي فيها داتا بيز بتاعت الفيتشرز، سواء فينجر برينتس او الفيس ريكوجنيشن فيتشرز او ايفر. فعايز يحطها يخزنها اون بورد امبيدد، خلاص؟ وتبقى بسرعه تتنفذ، فلازم رام وكبيره وروم، يعني ما ينفعش بقى اس دي كارد والحاجات دي تبقى بطيئه. فبالتالي ان هو المفروض ان هو ليه ريت في الاكسسنج، يعني يقول لك يتعرف على مثلا 10 مش عارف 1000 صوره في الثانيه، 10000 صوره في الثانيه. السرعه مهم، خلاص السرعه مهم. فبالتالي انت عايز بقى حاجه فيري باورفول في الميموري، في السرعه، في كده. فممكن ساعتها الشركه تقول انا هحط مايكرو بروسيسور مش هحط مايكرو كنترول. ده تطبيق. التطبيق الثاني، when a company targets general purpose microprocessor for the embedded market it optimizes the processor used for embedded systems. Very often the term embedded processor and microcontroller are used interchangeably. يعني بيقول لك ان انت ممكن تستخدم مايكرو بروسيسور بس هيبقى محدد برضو، يعني جهاز اللي هو البصمه او الاكسس كنترول اللي احنا بنشتغل بيه ده، مش واحده واحد مره بس يقول لك لا ده انا عايز استخدمه اعمل بيه جيمز مثلا، العب عليه جيمز او هقرا عليه فايل وورد مثلا. ما ينفعش، هو معمول لحاجه محدده، اي نعم جواه مايكرو بروسيسور بس عشان التاسك دي بس، ياخد يقرا البصمه، الفينجر برنت، يقارن الفينجر برنت بالموجود عنده، مش عارف يماتش، يطلع لك الاسم او كده. One of the most critical needs of an embedded system is to decrease the power consumption and space. In high performance embedded processors, the trend is to integrate more functions of CPU chip and let the designer decide which features he or she wants to use. دلوقتي المايكرو كنترولرز الحديثه بتلاقي ان الاي سي هي عليها بريفرنس كتيره جدا، عليها انبوت اوتبوتس وتايمر وانالوج ديجيتال ديجيتال تو انالوج وايثرنت ويو اس بي وحاجات كتيره قوي. انت بقى تختار انا الابلكيشن بتاعي محتاج ايه منهم، تبتدي بقى ان انت تركز وتكتب له السوفت وير بتاعه. In many cases using x86 PCs for the high end market applications خلاص saves money and shorten development time. A vast library of software already written. Windows is widely used and well understood platform. جملة مبهمة.
خلاص لو قعدت تقراها 50 مره 100 مره مش هتفهم هو ايه المقصود بيها. ده احنا بنقول الامبيدد سيستم ده معتمد على يعني بيبقى فيه مايكرو كنترولر مثلا اللي هو الكومن، ولو مايكرو بروسيسور يبقى مايكرو بروسيسور ديديكيتد بيعمل تاسكايه محدده، صح؟ ده فهمناه. طب جيت قلت لنا البي سي بقى ويندوز، ويندوز ده ويندوز يبقى امبيدد ازاي؟ ما قلت لنا البي سي واللابتوب ما ينفعش يبقى امبيدد. لا انا هقول لك حاجه، في بعض الاحيان في الحاجات الكبيره قوي اللي انا يعني جه حظي ان انا اشتغلت في حاجه فيها، التحكم بيبقى من كمبيوتر، والكمبيوتر ده نازل عليه ويندوز، اي نعم، بس ويندوز فيرجن مش منتشره ومش معروفه، اسمها ويندوز امبيدد، ويندوز سي اي امبيدد. انت اللي عارفه ويندوز 7، ويندوز اكس بي، ويندوز 10، ومش عارف ايه. ده في ويندوز فيرجن اسمها ويندوز سي اي امبيدد، اسمها كده. الويندوز دي خفيفه جدا، ما فيهاش بقى كل التحميلات واللودنج بتاع الويندوز العاديه، خلاص بتقوم يعني اول ما تفتح الباور تك تلاقي مفيش 3 4 ثواني دخلت على السيستم. مفيش اي ويندوز في الدنيا تدخلك كده ولا اسرع لابتوب حد، تمام؟ لان يعني دي ويندوز معموله اسمها ويندوز امبيدد. ان موقع كمبيوتر كمبيوتر. طب انت تقدر تنزل ويندوز امبيدد دي على البي سي عندك او اللابتوب؟ اه طبعا تقدر تنزل، جايبها من النت اصلا ما كنتش تعرفها وشغال، خلاص. دي بقى اوريدي بتبقى محدده عشان تانترفيس بالايثرنت او باليو اس بي على حاجات معينه، كارتات يعني انا كنت بستلم مراكب لما طلعت بره الكليه، جاء حظي ان انا اشتغلت في شركه بتبني مراكب في الصين، حاجات مراكب اسمها اوفشور. المراكب دي نظم التحكم بتاعتها بالاف في جي، كارتات الاف في جي كلها متوصله على كمبيوتر بي سي، والبي سي بقى استخدمه ليه؟ عشان البي سي فيه شاشه ويقدر ان هو يرسم المركب، ويقدر المركب رايحه كده ولا كده ولا كده، ويحدد الاتجاه بحيث اللي هو القبطان بتاع المركب شايف اكن زي دامه كده، تمام؟ كل اللي بيحصل قدامه على الشاشه ده بيحصل في الحقيقه. انت بتتكلم مركب مركب يعني مركب، شفت المركب بتبقى عامله ازاي؟ زي المركب اللي وقفت بالعرض دي، عامله حاجه رهيبه يعني 400 متر في 60 متر 24000 متر مربع، 24000 متر مربع المركب، صح؟ كناتر عامله زي علب الكبريت اللي عليه كونتينر ده اللي انت بتشوفه على تريلا كبيره ماشي في الشارع ده يوقف الطريق يعني، تمام؟ طيب فالمراكب دي مش حاجه سهله، المراكب دي ده مشكله. فانا واحده واحده انا هبتدي احط بقى الحاجات بتاعت المارين بيلدينج دي والتحكم والكلام ده، بس انا مفضى بس لو فضيت ان شاء الله هحطها لكم على اليوتيوب يعني، تمام؟ فاذا ده كان مستخدم كمبيوتر فعلا بي سي عادي خالص، بس منزل عليه ويندوز امبيدد خلاص، وفيري ليميتد ريسورسز عشان هو مش عايز اي حاجه تبطئ الدنيا، الحاجات دي الغلطات فيها بمصايب يعني. حلو؟ طب ده المقصود هنا. طبعا بتستخدم بقى البي سي في ايه؟ ان انا ديفلوب بقى السوفت وير بتاعي بالسي مثلا، واستخدم اي لايبرز اوريدي موجوده، واستخدم الجرافيكال يوزر انترفيس والالوان بتاعه الشاشه، الحاجات دي لو حبيت اعملها بقى فروم سكراتش بحاجه امبيد صغيره هتعب قوي، هبني كل حاجه فروم سكراتش. طيب 8 بت مايكرو كنترولرز، الشركات كتيره كانت بتعمل مايكرو كنترولرز، من ضمنها مثلا موتورولا كانت بتعمل نوع مشهور قوي اللي هو 6811، انتل سنه 1980 طلعت ال 851 مايكرو كنترولر، شركه اسمها زايلوج كانت بتطلع مايكرو تشيب. طبعا اللي فضل فيها واستمر وكمل في الكونسيومر ماركت قليلين، يعني شركه مايكرو تشيب وشركه اسمها اتمل اللي هنقولها بعد كده، الباقي بقى حاجاتهم يا اما بقت اوبسليت يا اما حاجاتهم غاليه قوي فمحدش بيستخدمها كده يعني. انما الماركت العادي ده هو الاتمل برودكتس او مايكرو تشيب برودكت. There are also 16 and 32 bit microcontrollers اللي هنتكلم عنهم وبندرسه، هو 8 bit microcontroller انما الماركت فيه 16 في 32. الارم microcontroller الموجود في الموبايل اللي عندك اللي في ايدك ده 32 bit powerful arm microcontroller، شوف بيعمل حاجات كثيره جدا زي ما انت شايف. بمثل دايما البيتس، مش عارف قلت لكم المثال ده قبل كده ولا لا، اللي هو 8 بت 16 بت 32 64 باللينز او الحارات بتاع الطريق. لو انت عندك طريق حاره واحده يبقى ده كانه 8 بت بروسيسور، لو طريق 2 لينز يبقى 16 بت بروسيسور، 32 بت بروسيسور 4 لينز، 64 بت بروسيسور 8 لينز. فالطريق لو هو 8 بت او يعني سوري 8 بت بروسيسور طريق 1 لين، حصل عربيه عطلت في السكه هتوقف كل اللي وراها لحد ما تتصلح، مفيش اي حاجه، ما هو حاره واحده. انما لو طريق مثلا حارتين ممكن لو حصل عطل يبتدي ان هو مانوفر، صح؟ ممكن يبقى فيه سرعه، يبقى فيه ثروبوت وهكذا. الكلام ده في البروسيسور. عشان كده لو انت شغلت جيم، لو جبت جيم شغلتها على كمبيوتر
16 بيت ولا 8 بيت او كده، هتلاقيها بطيئه جدا، وعقبال ما يعمل ريندرنج ويرسم يعني فيري سلو يعني، فاهم؟ لو انت شغلتها على 64 بيت تلاقي ان انت كانك ريال تايم، كانك في الجيم نفسها يعني. فعشان كده حاجات الجيمنج والكلام ده كله محتاجه حبه ريكويرمنت عالي اعلى شويه من الحاجات الايه العاديه. طيب هنا كريتيريا فور تشوزنج مايكرو كنترول، ايه اكوردنج تو وات يعني يخليك سيلكت نوع معين من المايكرو كنترولرز عشان تشتغل بيه. فقال لك في حبه بارامترز هنا، سبيد، هل انت محتاج سرعه عاليه ولا لا، باكجينج، الباكج بتاعتك اللي انت هتستخدمها صغيره ولا كبيره، طبعا حسب البرودكت بتاعك هيبقى انت عايزه كبير ولا صغير او مش فارقه، باور كونسومشن، هتشغل البرودكت بتاعك ببطاريه ولا موصله بالكهرباء او بادابتر وايه مفيش مشكله، ذا اماونت اوف رام رام اون تشيب، الكود بتاعك السايز بتاعه ايه، كود كبير يبقى انت عايز كنترولر الميموري بتاعته كبيره، كود صغير ممكن استخدم كنترولر صغير، ذا نمبر اوف انبوت اوتبوتس، كام انبوت اوتبوت انت تستخدمهم، هل محتاج بس حاجه زي كده اربعه انبوت شات كده ولا حاجات اكتر 7 سيجمنت تبين عليها الارقام او ال سي دي او وات ايفر، هاو ايزي تو ابجريد تو هاير performance or lower power consumption versions cost per unit والسعر، تمام؟ دي الحاجات اللي انت اكوردنج ليها بتعمل ايه البرودكت بتاعك. اوكي، زي ما قلنا البرودكت يعني ده لازم بتعمله يعني تحاول تخليه يحل مشكله يعني او ان انا بعمل حاجه عشان تحل مشكله، مش مثلا بعملها كده بتسلى او فور فن، لا حل مشكله خلاص، سواء كان موبايل ابلكيشن بتعمله او كان برودكت هاردوير بتعمله لازم يحل مشكله خلاص. واحنا عندنا المشاكل كتير وابتدت تكتر، وفي حاجات تانية انت تقعد تدور عليها بقى، انا اعمل ايه عشان يحل ايه او يصلح ايه او يفيد ايه عشان يبقى ليه ماركت. اوكي، ما تعملش حاجه كده ما حدش يبقى ليه انترست ان هو يستخدم. انت بتتعلم يعني انجينيرنج وسوفت وير وحبه حاجات هاردوير وكده عشان التارجت ده، عشان تشتغل في حاجه بالشكل ده خلاص، سواء كانت حاجه ستارت اب او حاجه في شركه او مجال معين ريليتد تكنولوجي، بس انت ما تتعلمش مجرد عشان تاخد الجريد وخلاص او الشهاده وخلاص، تحط ده في بالك يعني. تمام، طيب اوكي، طيب انا بس ستوب هنا التسجيل. الموبايل عمل ريبليسمنت لديفايسز كتيره جدا كنا بنشتغل بيها قبل كده، زي الكاميرا، الكالكوليتر، الالارم، الكلوك وهكذا. ميتينج ذا كومبيوتينج، هنا بقى بنقول ايه كريتيريا فور تشوزينج ا مايكرو كنترول، على اي اساس اختار المايكرو كنترولر اللي بشتغل بيه؟ قال لك ده لازم تحط في اعتبارك كذا حاجه. اول حاجه ميتينج ذا كومبيوتينج نيدز اوف ذا تاسك اند هاند افيشنسي كوست افكتيفلي. البارامترز هي السبيد، باكجينج، باور كونسامشن، اماونت اوف رام رام، نمبر اوف انبوت اوتبوتس، هاو ايزي تو ابجريد تو هاير بيرفورمانس، كوست بير يونت. انت بتعمل امبيدد ديفايس، الامبيدد ديفايس ده ايه اللي يهمك فيه؟ هل يهمك ان هو يبقى سريع جدا في البيرفورمانس؟ هل يهمك الباكج بتاعته تبقى صغيره قوي يبقى هاند هيلد؟ هل يهمك ان هو يشتغل ببطاريه والبطاريه دي تقعد معاك فتره طويله، تمام، من قبل ما تتغير زي ريموت كنترول بتاع التلفزيون مثلا او ديش ريسيفر؟ وده يتطلب ان انت تختار بقى ايه نوع الكنترولر اللي هتشتغل عليه، عدد الـ او السايز بتاع الروم والرام بتاعت التشيب. فكل ما الميموري بتاعت التشيب كانت اصغر كل ما حجم المايكرو كنترولر بقى اصغر، وبالتالي تقدر تحطه في برودكت السايز بتاعه اصغر ويستهلك باور اقل. The number of input output pins and the timer on chip، عدد ال input outputs، هل انت محتاج في الديفايس اللي بتعمله عدد input outputs كتير ولا عدد input outputs قليل؟ ريموت كنترول مثلا انا مش محتاج غير اربع زراير بشتغل بيهم، يبقى انا كفايه عليا اجيب كنترولر ليه على الاقل اربع input outputs. يبقى وانا بختار كده في الليسته هختار كنترولر مثلا سته pins، ليه؟ لان اتنين باور واربعه input output اللي انا عايزهم بس، ده سعره هيبقى قليل.
اوكي، وبالتالي الكوست بير يونت بتاعتي هتبقى قليله، وبالتالي اقدر ارباحي تبقى عاليه. ولكن في المقابل السوفت وير اللي انا هحطه عليه هضطر ان انا اكتبه بقى ايه بحاجه اسمها الاسمبلي لانجوج. ليه؟ عشان اقدر ان انا السايز بتاع الكود اللي يطلع يقدر يفت في الكنترولر الصغير ده. والكنترولر الصغير ده ميزته ان هو رخيص، بيستهلك باور قليله، السايز بتاعه صغير. انما ايه العيب؟ العيب ان هو يعني ان انا لازم وانا بديفلوب الكود بقى اتيك كير من كل حاجه، عارف انا بحط ايه في الميموري، ما استخدمش حاجات بلاش لازمه، فاريبلز، الكلام ده كله، علشان الكود بتاعي يقدر يفت في الميموري الصغيره بتاعته. ففي تريد اوفس، تمام؟ احنا بنقول لك الكلام ده عشان تتعلم اسس الديزاين بتاع الامبيدد سيستمز. Availability of software development tools such as compilers, assemblers, and debuggers. Mac controller ممكن بيبقى الشركات اللي بتعمله بتوفر tools علشان اليوزر يشتغل بيه. تمام؟ software tools وhardware tools. وassemblers وdebuggers وprogrammers. والكلام ده هتشوفه في اللاب. يعني انت في اللاب هتشتغل على software C compiler وassembler اسمه كايل. ده من شركة ألمانية. ده تقدر تكتب فيه كود سي، كود اسامبلي، تعمل سيميليشن ديباجنج للكود، تعمل تحول الكود للفاينل فيرجن بتاعته اللي هو الهكس فايل. وايد افيلابيليتي اند ريلايبل ريسورسز اوف ذا مايكرو كنترول. ذا 8051 فاميلي هاز ذا لارجست نمبر اوف دايفرسيفايد سبلايرز. انتل سنه 1980 زي ما قلنا عملت المايكرو كنترولر اللي هو 8051، وعملته علشان هي لقت الناس اللي بيشتغل بالبروسيسور عندهم يعني صعوبه شويه ان هو يعمل امبيدد سيستم بالبروسيسور. لان زي ما قلنا عشان تعمل امبيدد سيستم بالبروسيسور محتاج ايه؟ محتاج اي سيات كتير، محتاج السي بي يو والروم والرام والتايمر وكده. قالت لك خلاص انا هعمل لك بقى حاجه شبه البروسيسور، اي سي واحده عليها كل حاجه في سيستم مايكرو بروسيسور، بس كلها على صغير، ريسورسز صغيره. الميموري في المايكرو بروسيسور اللي كنا عاملينه 8881 ميجا، لا انا هعملها لك بالكيلو. الانبوت اوتبوتس في المايكرو بروسيسور اللي احنا عاملينه لك قبل كده كان ممكن لو انت عايز توصل لحد 64000 ديفايسز، لا انا هنا اقصى حاجه عندي اربعه، في حاجه اسمها بورت، اربعه بورت يعني اربعه ديفايسز توصل، او 32 بت وهكذا. فلقيت اقبال بقى، ابتدت الناس تستخدمه في المصانع وفي الكارتات وفي الديفلوبمنت، وابتدى الامبيدد ماركت ايه يشتغل. ولكن جت شركات بعد كده ابتدت انها تعمل فيرجنز من ال 8051. كل شركه بتبقى متميزه في حاجه او كانت متميزه في حاجه. يعني على سبيل المثال شركه اتمل كانت متميزه بالفلاش ميموري. دي شركة بتاعت ميموريز، أحسن فلاش ميموري في العالم كانت بتتعامل من شركة أتمل. فلما طلع المايكرو بروسيسور المايكرو كنترولر 8051، جت شركة أتمل قالت لإنتل أنا هاخد لايسنس منك إن أنا أعمل أول فلاش مايكرو كنترولر في العالم. طب هو 8051 اللي كانت عاملاه شركة إنتل كان عامل إزاي؟ لا ده ما كانش فلاش. يعني إيه فلاش؟ يعني تكتب الكود وعايز تغير الكود تروح ماسح وكاتب تاني عندك آلاف المرات. لا ده اللي عملته شركة انتل كان OTP. OTP يعني One Time Programmable، يعني برمج الكنترولر مرة ولو عايز اغير الكود اللي عليه اشتري كنترولر تاني جديد وانزل عليه الكود الجديد. ده عامل زي CD-ROM. CD-ROM Recordable انت بتجيبه خلاص بتخزن عليه ديتا. طب عايز انا اغير في الداتا دي اللي موجودة على CD-ROM؟ ما ينفعش، اشترك بلانك سي دي روم جديد وحط عليه الداتا الجديده، صح؟ غير بقى الايه اليو اس بي فلاش والستيك اللي احنا بنشتغل بيهم، الاس دي كارد بتاعت الكاميرا، كل ده فلاش. يعني تكتب وتقرا وتقرا وتكتب وتخزن وتمسحه من غير مشاكل. فجت شركه اتمل عملت نسخه من ال 8051 الاساسي بس مش او تي بي، لا عملتها فلاش. دي كانت اول شركه في العالم تعمل فلاش مايكرو كنترولر، 8051 بيز مايكرو كنترولر. لازم نعرف التاريخ يعني، وهو ده اللي احنا هنشتغل بيه في اللاب.
يعني اللاب ان شاء الله هنشتغل بنوع من انواع المايكرو كنترول استعملها شركه اتمل، اللي هي دلوقتي كارنتلي اسمها مايكرو تشيب، من شركه مايكرو تشيب اشترت شركه اتمل، وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي. في شركات تانية زي فيليبس عملت 851 بيز مايكرو كنترولر، اي ام دي، انفينيون، دالاس سيمي كوندكتورز، ولكن كل دول يعني ايه كانوا بادئين كويس في الاول، وبس بعد كده ابتدت نتيجة سعرهم العالي او الفيتشرز القوية او اللي فيهم اللي الناس محتاجتهاش ابتدت الطلب عليهم يقل، وهو almost في منهم كتير بقى obsolete. في لستة من الانواع او من الشركات اللي بتعمل 851 بيز مايكرو كنترولرز مش مكتوبة هنا في الليسته دي، بس هي موجوده حاليا كارنتلي، والبروسيسور ساعتها قويه جدا. منهم يمكن شركه اسمها اس اي لابس. شركه اس اي لابس دي شركه مشهوره جدا باليو اس بي مايكرو كنترولرز، يو اس بي المايكرو كنترولر توصلها على اليو اس بي، فعملت نسخه فيرجن من ال 851 بلت ان في يو اس بي الحته بتاعتها، زي ما اتمل كانت الحته اللي هي كويسه فيها الفلاش ميموريز، اما اتعملت 851 مايكرو كنترولر بيزد على فلاش ميموري. الاس اي لابس شركه كويسه قوي في اليو اس بي، عملت مايكرو كنترولر 851 بيزد بس ايه في يو اس بي. جت شركه ثانيه مثلا كوري اسمها ويز نت. ويز نت دي اساسا شركه بتعمل اي سيات عشان النتوركينج، تي سي بي اي بي والكلام بروتوكولز وكده، فقامت جايه عامله مايكرو كنترولر 851 بيزد بلت ان فيه التي سي بي اي بي بروتوكول بالهاردوير without operating system، تمام، حاجه قويه جدا. فانت اي واحده من دول جاست ان انت تسلكت التشيب تتعود عليها، تعرف التولز بتاعتها، تعرف تبرمجها، الموضوع بعد كده بيتحول الى سوفت وير. مخي انا قاعد اكتب بروتوكول، قاعد اكتب اي اكني بعمل بروجرام للكمبيوتر او بعمل ويب ابلكيشن، ماشي، وانزله في الاخر على الاي سي اي دي، تروح طالع برودكت، تروح طالع برودكت. اوكي، فانا يعني ممكن ان انت بعد ما تسمع الفيديو اعمل سيرش على الاس اي لابس والويز نت كومبانيز وشوف البرودكتس بتاعتهم. انتل انتروديوسد 851، دايما بيسميه ريفير تو از ام سي اس 51 ان 1980 او 1981. زي 851 از ان 8 بت بروسيسور، زي ما قلنا الداتا باس بتاعه 8 بتس، ذا سي بي يو كان ورك اون اونلي 8 بتس اوف داتا at a time. The 851 had أو has 128 بايتس اوف رام. الميموري بتاعته 128 بايت، يعني 8 كيلو بايت، 8 كيلو بايت. 4 كيلو بايتس اوف انشيب روم، 4 كيلو بايت من الروم، وروم يعني ريد اونلي ميموري، يعني تبرمجها وتقرا منها بس وتنفذ بس، ما تقدرش تغير البروجرام ايه مره ثانيه. 2 تايمرز، 2 تايمرز مؤقتات، 1 سيريال بورت، 4 انبوت اوتبوت بورتس اتش 8 بت، يعني معناها عندي 32 بت انبوت اوتبوت، 6 انتربت ريسورسز. كل حاجه من الحاجات دي احنا هندرسها. The 851 became widely popular after allowing other manufacturers to make and market any flavor of the 851 but remaining code compatible. ده النقطة اللي أنا قلت عليها، إن شركة انتل سمحت أو ادت اللايسنس الرخصة لشركات كتير تعمل فيرجنز من 851، الشرط إن يبقى كود كومباتبل، يعني الكود اللي يشتغل على ال 851 الأساسي البيزك اللي هو من 40 سنة يشتغل على أي كنترولر تاني بتاع الشركات الجديدة اللي عملته وحطت فيها بقى إيه الحتة بتاعتها الزيادة اللي هي فلاش ميموري، يو اس بي، تي سي بي أي بي بروتوكول. ده الدياجرام، الانترنال بلوك دياجرام اوف 851 مايكرو كنترولر. عندي السي بي يو، فيه حاجه اسمها اوسيليتور او اس سي، ده عشان يدي الكلوك بتاعه البروسيسور او كنترولر، اون تشيب روم عشان الكود، اون تشيب رام عشان الداتا، تايمر 0 تايمر 1 سيريال بورت انبوت اوتبوت بورتس باس كنترول. كل حاجة من البريفرالز دي بيتعملها ريفلكشن على كابينز على المايكرو كنترولر، يعني انت الفيزيكال مايكرو كنترولر فيزيكال تشيب اما انت بتشتريها اللي هي داتا شيت، بتبص على الداتا شيت بتشوف ايه البينز الموجود،
هتلاقي في بينز مخصصه للتايمر، بينز مخصصه للسيريال تي اكس ار اكس تي اكس دي ار اكس دي، بينز مخصصه للبورتس بي 0 بي 1 بي 2 بي 3 وهكذا. 8051 is a subset of 8052. 8031 is a ROMless 8051. اما جت عملت ال 8051 قالت ايه بقى؟ ده انا هعمل ايه بقى؟ واحد اقوى منه اسمه 8052، هو نفسه كود كومباتبل بس فيه حاجات ازيد من ال 8051. فكان ال 8052 بدل 4K ROM بقى كان بقى 8K ROM. بدل 128 بايت رام 256 بايت رام. بدل ما في 2 تايمرز 3 تايمرز، بدل ما البورتس طبعا واحده 32 بت 32 بين بورتس انبوت اوتبوت بورت سيريال بورت واحد برده، الانتربتس بدل 6 بقوا 8. وقالت حامل واحد برده ايه داون جريدد اقل منه شويه اقل من 851، فعملت 8031. 8031 سيم از 8051 اكسبت ان هو رومليس. رومليس يعني ايه؟ يعني معلهوش روم، معلهوش كود ميموري. تقولي بس بيشغل بروجرام منين؟ بيتحط له اكسترنال روم، بقى عامل زي المايكرو بروسيسور. يعني عايز اكتب بروجرام بكتبه الاول في ميموري خارجيه وبعد كده اوصل ميموري الاكسترنال دي على المايكرو كنترولر بحيث ان هو ينفذ منها البروجرام. يبقى برده مقارنات ما بين الكنترولرز دي برده تبقى ايه، احنا نبقى وير بيها. وعملت نسخة تانية اسمها 8751 مايكرو كنترولر. طب ده ايه الفرق ما بينهم؟ ده كان UV EP ROM based، يعني ايه UV ultra violet. UV ده ultra violet. قالت والله 8051 ده ROM، فالناس قالت طب احنا نبرمج، عايزين نغير البروجرام، نشتري تشيب تانية، ما دي تكلفة صح؟ طب انا عايز نفس التشيب، لو عايز اغير البروجرام احطه على نفس التشيب. فكانت تكنولوجي الفلاش وقتها مش قوية، مش استابلج، او انتل ما كانتش ليها فيها. فقالت خلاص هعمل لكم نوع اسمه 8751. 8751 ده ايه؟ ده كان عليه ويندو ازاز كده بحيث اليوزر يكتب الكود على الشيب. طب عايز اكتب اغير الكود او اكتب كود تاني، بتمسح الشيب دي، بتمسحها بايه؟ بحاجه اسمها اليو في الالترا فايلوت. تحطها في زي جهاز كده، الجهاز ده بيتعرض الاي سي لضوء الترا فايلوت لمده 20 مينتس، تتمسح العدات اللي عليها، تروح واخدها مبرمجه بالكود الجديد. ده اسمه ايه اللي هو الاي بي روم بيست. اي بي روم ستاندز فور الكتريكالي اريزابل بروجرامبل ريد اونلي ميموري. اريزابل بروجرامبل ريد اونلي ميموري، واكيد انت سمعت على الاي بي روم قبل كده في كورس الايه المايكرو بروسيسور، دي بتتمسح بالالترا فايلوت. جت شركة اتمل بقى عملت نوع اللي هو 8089C51. ده من اوائل الانواع الفلاش مايكرو كنترولرز اللي اتعملت في العالم. ده فلاش ايزي اريز بيفور رايت، بيمسح الاول وبعدين تكتب على نفس التشيب. روم بيرنر ذات سبورتس فلاش، ا سيبريت اريزر از نوت نيدد، مش محتاج ان انت حاجه بقى بالالترا فايلوت والكلام ده. زي ما قلنا احنا نشتغل على النوع بتاع اتمل بس اللي هو مش السي، الاس، لان ال 8089C51 كان بيتبرمج بسبيشال بروجرامر، يعني لازم يبقى فيه بروجرامر مخصوص اوصله على الكمبيوتر علشان احط فيه التشيب وبرمجها وبعد كده احطها في الاشياء احطها في الابلكيشن. انما ال 8089S51 وده اللي انت هتجيبه طبعا S51 او S52، ده بيتبرمج في الفيلد، بيتبرمج في نفس البورده بتاعتك زي ما هتشوف في اللاب. انت هتعمل بروجرامنج للمايكرو كنترولر وهو في البريد بورد، وصل عليه حاجات، وصل عليه الداتا والسويتشات، اوكي، هتداونلود الكود عليه وهو على البريد بورد، مش هتضطر تشيله وتحطه في اكسترنال بروجرامر عشان ايه؟ عشان تبرمجه، اوكي. فلازم نعرف الفروق ما بين الانواع دي. في نوع تاني من شركه دالاس سيمي كوندكتور، خلاص، وماكسيم، برضو فلاش، كان في انالوج ديجيتال وديجيتال تو انالوج، بس زي ما بقول لك الانواع دي نتيجه سعرها العالي والفيتشرز الزياده اللي فيها الناس ما اقبلتش عليها، فبقت اولموست دلوقتي اوبسليت. ففي الماركت هنا في مصر مثلا كلها لو دورت على ايه نوع ال 851 مايكرو كنترولر الموجود في الستورز هتلاقي غير بتاع اتمل. احتمال تلاقي ال 851 بتاع زمان بتاع شركه انتل، بس انت هتجيبه وتعمل بيه ايه؟ لو عرفت تبرمجه هيتبرمج مره واحده بس معاك، ولو عايز تغير البروجرام مش هتعرف، تشتري واحده ثانيه، فملوش معنى خلاص. فالاوقع ان هو ان انت تجيب واحد فلاش وتعمل عليه ديفلوبمنت عشان تتعلم.
فدي كلها كانت انواع برضه دي اس 5000، ده كان من دالاس سيمي كوندكتور، كان عليه حاجه اسمها ار تي سي ريال تايم كلوك عشان تحسب الوقت وكده. كل دي فيتشرز اليوزر ما استخدمهاش. الاو تي بي زي ما قلنا ستاندز فور وان تايم بروجرامبل، يعني الكنترولر بيتبرمج مره واحده فقط لا غير. بقى لك ال 851 فاميلي اوف مايكرو كنترولرز فروم فيليبس، عليها انالوج تو ديجيتال وديجيتال تو انالوج واكستندد انبوت اوتبوتس، ويعني زي ما قلت لك الكلام ده اليوزرز ما بقوش ايه محتاجين. طيب قبل ما ناخد الاسمبلي لانجويج اللي هي اللغه اللي بيتبرمج بيها المايكرو كنترولر، ممكن نبدا كده عشان نساعدكم في اللاب شويه، ان احنا عشان تشتغل يعني في اللاب، لان احنا ناخد سلايدز ثانيه اللي هي خاصة بالهاردوير والبين اوت بتاع المايكرو كنترول، فهنتنقل هنعدي جزء الاسمبلي. وهنروح لسلايد 129 اللي هي input output port programming. او خليني بس نشوف ايه حاجه كده. لا هناخد ده احسن. ليه؟ لان الانبوت اوتبوت بورت بروجرامنج بيفترض ان انت عارف شويه عن الاسمبلي لانجوج او السوفت وير بتاع الكنترولر، واحنا لسه اوريدي ما اتعلمناش السوفت وير ده، بالرغم ان هو يعني فيري سيميلر للاسمبلي لانجوج بتاعه ال 8088 اللي انت درسته، بس خلينا ماشيين واحده واحده. فهنبدا من سلايد 291 اللي هي اسمها هاردوير كونكشنز اند انتل هكس فورمات، انتل هكس فايل. اوكي هنتكلم عليه. طيب قال لك ال 851 فاميلي ممبرز اي نوع بقى خلاص من اي شركه هاف 40 pins dedicated for various functions such as input output read write address data interrupts timers، الحاجات كلها اللي احنا قلنا عليها البريفرنس البيلت ان على الكنترول. Come in different packages such as الباكج اللي هي الشكل الفيزيكال اللي انت بتجيب عليه البروسيسور. فالكومن باكج هي دي باكج اللي هي دي اي بي، ديوال ان لاين باكج. ديوال ان لاين باكج اللي هي الرجلين بتبقى على الصفين، تحطها في البريد بورد وتشتغل بيها مفيش مشكله. طبعا في دلوقتي في انواع ثانيه زي ما انت عارف خلاص، في انواع اسمها سيرفيس ماونت اس ام دي زي التشيبس الموجوده على الموبايل مثلا. اوكي ففي نوع منهم اسمه كيو اف بي كواد فلات باكج، كواد فلات باكج دي بتبقى اس ام دي سيرفيس ماونت ديفايس، يعني ملهاش بينز تحطها على البريد بورد تدخلها في البريد بورد، لا بتبقى اي سي مسطحه بتلحم من فوق البورده. تمام. وفي نوع تاني اسمه بي ال سي سي اللي هو ليدلس تشيب او بلاستيك ليدلس تشيب كارير، ده نوع برضو ما بين السيرفيس ماونت وما بين الديب، بس برضو ما تقدرش تحطه في البريد بورد، ليه سوكت كده بتحط فيها وتشال منها. تمام، ليه سوكت بتحط فيها وتشال منها، والاي سي دي بتبقى مربعه. فالديب باكج بتبقى مستطيل اللي انت بتشتريها العاديه، الكيو اف بي بتبقى سكوير، والبلاستيك ليدلس تشيب كارير بتبقى برضو سكوير. قالك سام كومبانيز بروفايدز 20 pins فيرجن اوف 8051 with a reduced number of input output ports for less demanding applications. هل انا محتاج ال 40 بين كلهم في كل الابلكيشنز اللي انا بشتغل عليها؟ قال لك لا، انت ممكن تبقى محتاج حاجات بسيطه، فساعتها ممكن او الشركات عملت اي سي هات فيرجنز من ال 851 بريديوس بين اوت، فجت برضو كانت من اوائل الشركات اللي عملت نسخه 20 بين 20 رجل من ال 851 مايكرو كنترولر، كانت شركه اتمل. اوكي عملت مايكرو كنترولر 20 رجل كان اسمه 8089 اس 2051 AT89S 2051. النوع ده 20 بن، النوع ده مش 40 بن، 20 بن.
طيب دي الاي سي اللي انت هتشتغل عليها اللي هي ال 40 بين. فانت محتاج ان انت تبقى عارف زي ما درست المايكرو بروسيسور البين اوت كل بين بتعمل ايه، ايه الفانكشنز بتاعتها، اسمها ايه، اختصارها ايه. طبعا رقم البين ايه مش مهم، ليه؟ لان في داتا شيت انت بتعمل سيرش على رقم التشيب بيطلع لك شكلها، بيطلع لك حاجه اسمها داتا شيت بتاعتها، بمسكها ببتدي ان انا اشوف البنات كل بين اسمها ايه رقمها كام. انما انا لازم ابقى عارف ال 40 بين دول عباره عن ايه بصرف النظر عن ارقام البنات. طيب فهنقول اول حاجه انا بيبقى عندي اهم حاجه في المايكرو كنترولر هي البورتس، الانبوت اوتبوت بورتس. ليه؟ لان هي دي اللي هو بيتوصل بيها بالدنيا اللي بره، هو دي اللي بيها بيعمل انترفيس مع الدنيا اللي بره. فعندي بورت 0، بورت 1، بورت 2، بورت 3، كل واحد منهم 8 بينز. دي 0 8 بينز من اول بي 0.0 تسمى كده بي 0.0 معناها البيت 0 في بورت 0 لحد بي 0.7 اللي هي البيت 7 في بورت ايه في بورت 0 وهكذا بالنسبه لبي 1 وبي 2 وبي 3. اوكي لو تلاحظ بعض البورتس مكتوب جنب البين اسم سلاش اسم تاني، لما يعمل كده معناها ان الفانكشن دي ليها او البين دي ليها تو فانكشنز، واحده منهم اللي هي قبل السلاش وواحده منهم بعد السلاش. بس ات ا جيفن تايم الفانكشن منهم بس هي اللي بتبقى اكتف او شغاله حسب السوفت وير المكتوب. اوكي يعني على سبيل المثال يقول لك مثلا بين 10 اسمها بي 3.0 دي انبوت اوتبوت بورت عادي، او ممكن تبقى ار اكس دي. ار اكس دي اللي هو ريسيف سيريال، لو جالها داتا سيريال من بره ممكن تستقبل عليها. تتميز المايكرو كنترولرز عموما بان الانبوت اوتبوت بورت بتاعتها بيبقى ليه اكتر من فانكشن. ليه؟ عشان يوفر بنات في الاي سي. يعني ليه؟ لانهم لو ما كانش عمل المالتيبلكسنج ده اللي هو ان كل بين يبقى ليها وظيفتين كان فيزيكالي هيخلي الوظيفتين دول بتو بينز منفصلين، فهتلاقي الاي سي عدد البينز بتاعها بيكبر بيتضاعف. يعني بدل ما هي 40 بين ممكن تلاقي 64 بين. طبعا التعامل معاها صعب، هتبقى اغلى، وزنها اكبر، تستهلك باور اعلى. انما هنا لا، هو بيخليها كومباكت. وحاجه فيري كومن في المايكرو كنترولرز اللي هي الادفانسد اللي هي الصغيره قوي اللي انا بقول لك عليها دي، يعني مثلا الكنترولر اللي هو الستة بينز الصغير او الثمانية بين، ما بتلاقيش بقى تو فانكشنز لكل بين، ما بتلاقي ايه؟ تلاقي مثلا 8 فانكشنز لكل بين. يعني تلاقي بين معينه يقول لك ايه دي ممكن تبقى كذا او كذا او او وهكذا. ليه؟ عشان يقدر يوفر في عدد البينز، تمام؟ وبالتالي صغر الباكج، والباكج لو صغرت يبقى معناها الكنترولر بقى اخف وزنه، اتحط في حاجه هاند هيلد، بقى ارخص سعره، ماشي؟ كوست بير يونت بتبقى رخيصه عشان اعلي البروفيت بتاعي. بس زي ما قلنا التريد اوف هو ايه؟ ان وانا بديفلوب سوفت وير عشان المايكرو كنترولر ده لازم بقى تيك كير قوي وابقى عارف بالظبط انا بحط الفاريبلز بتوعي فين والميموري فين وما اعملش حاجات ايه؟ يعني الميموري بتاعتي مهمه جدا ان انا اظبطها. يبقى ده البورتس. فعندي بورت 0، بورت 1، بورت 2، بورت 3. بورت 1 هو اللي ملوش الترناتيف فانكشنز، يعني بورت 1 هو الوحيد اللي هو بورت بس انبوت اوت، ما بيشتغلش حاجه ثانيه. انما بورت 0 بيشتغل حاجه ثانيه، تمام؟ الترناتيف فانكشن، بورت 2 الترناتيف فانكشن، بورت 3 الترناتيف فانكشن، وهنقوله. طبعا غير بقى البورتس، البورتس دي هنقول ان هي الحاجه اللي هو المايكرو كنترول بيديها لي او 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 بيخدمني فيها ان انا او يوصلني بالدنيا اللي بره عشان اعمل فانكشن معين. بس عشان انا اخد منه الانبوت اوتبوت بورتس دول واستخدمهم افيشنتلي لازم انا ابروفايد المايكرو كنترولر ببعض الحاجات عشان يشتغل. طب ايه الحاجات اللي انا اليوزر لازم يديها للمايكرو كنترولر هاردوير؟ اكيد اول حاجه السبلاي، الفي سي سي وجراوند عشان الاي سي تقوم، اي اي سي في الدنيا لازم لها باور،
فلازم تديله باور. فالباور بتاعتي هي الجراوند على الزيرو على البين 20 والفي سي سي على بين 40. والفي سي سي عندنا هنا 5 فولت تيبيكالي 5 فولت، ولو ان في اي سيز حديثه بتشتغل على فولت اقل 3.3 فولت. ادي اول حاجه لازم اداله الباور. الحاجه الثانيه الريسيت اللي هي بين 9. الريسيت اي مايكرو كنترولر اي مايكرو بروسيسور لازم ليه بين ريسيت عشان تعمل له ريستارت في الوقت اللي انت عايزه، او لو حصل كراش تعمل له ريستارت. ايه تاني؟ عندي تو بينز اللي هم 18 و19 اللي هم اكستال 1 واكستال 2، دول مصدر كلوك، بحط عليهم حاجه اسمها كريستال اوسيليتور اللي هو الكلوك اللي هيشتغل عليها المايكرو كنترولر، اللي هي لو كانت عاليه الفاليو بتاعتها يبقى هيشتغل بسرعه وينفذ بسرعه، ولو كان الفاليو بتاعتها قليله يبقى هينفذ البروجرام ايه ببطء. يبقى دي الحاجات الاساسيه اللي انا لازم اديها للمايكرو كنترولر عشان يعني يبتدي ان هو بقى ايه يقبل مني السوفت وير واكتب البروجرامز اللي اتحكم بيها في في الانبوت اوتبوت بورتس. نبدا بالكريستال اللي هي بين 18 و19، دول اسمهم اكستال 1 اكستال 2. اي مايكرو كنترولر لازم يبقى ليه كلوك سورس، لازم يبقى ليه كلوك سورس. كلوك سورس عندنا هنا على التو بينز دول بتبقى عباره عن كريستال اوسيليتور اللي هو السيمبل بتاعها موجود قدامنا، وتو كاباسيتورز سي 1 سي 2 تيبيكالي بيبقوا في رينج 22 ل 33 بيكو فاراد، والطرف الثاني بتاعهم بالارضي. يعني دي شكل تيبيكال كده للمايكرو كنترولرز كتيره بنشتغل بيه، لازم تبقى موجود. الكريستال دي بتبقى بالفاليو بتاعتها موست بروبلي بالميجا هرتز، 4 ميجا هرتز 8 ميجا هرتز 12 ميجا هرتز. وهنلاقي بقى واحنا بنشتغل ان في ارقام كده كريستالز اوت شويه بنستخدمها، بس لازم نستخدم القيم اللي احنا هنقول عليها دي علشان حاجات معينه في البرفورمانس خلاص هنبقى نتكلم فيها. يعني مثلا هتلاقي يقول لك هنستخدم كريستال 11.0592 ميجا هرتز، رقم كده غريب يعني 11.0592 ميجا هرتز. طب ايه الرقم ده؟ ما نقربها ل 11 مثلا، ما ينفعش، لازم كده، لازم الرقم ده. طب هنشتغل على كريستال 22.1184 ميجا هرتز بالظبط. طب تنفع 22 بوينت مثلا 12؟ لا ما ينفعش، لازم كده الاربع ارقام عشريه. ليه؟ هنتكلم على الكلام ده بالتفصيل. زي ما بقول لك احنا بنبتدي في الامبيدد سيستم انتروداكشن خلاص عشان تبقى فاهم الكونسبتس دي، علشان بعد كده لو الموضوع لقيته بالنسبه لك اتراكتيف تبتدي ان انت تدخل على توتوريالز على اليوتيوب، كورسز على يوديمي او سكيل شير، الكلام ده توسع الباك جراوند بتاعتك، تبقى انت واقف على ارض صلبه مش جايب الموضوع كده من ايه من وانت مش فاهم اصله ايه يعني. تمام؟ طيب. ودي ميزه من ميزات الكورس بتاعنا. يبقى اذا الكريستال هي المصدر كلوك سورس بتاع المايكرو ايه كنترولر. طب هل ممكن ادخل كلوك بطريقه ثانيه؟ قال لك اه ممكن تدخل اكسترنال كلوك سكوير ويف من فانكشن جنريتور، بس تدخلها على اكستال 1 وساعتها اكستال 2 تسيبها نو كونكشن وتشتغل من اكسترنال كلوك. يعني واحد مش عايز يحط، عايز هو يتحكم في الكلوك، ممكن اجيب فانكشن جنريتور زي اللي موجود في اللاب واخد منه سورس سكوير ويف واظبط بقى الفريكوانسي بالنوب زي ما انا عايز واخده واشغل بيه المايكرو كنترول. بس يعني عامه ما حدش بيعمل كده، يعني غالبا احنا بنشتغل على الايه كريستال اوسيليتور وفاليوز المحدده اللي انا قلت لك عليها. The speed of 8051 refers to the maximum oscillator frequency connected to XTAL. Example. A 12 MHz chip must be connected to a crystal with 12 MHz or less. يعني معناها ان انت بتشوف الشيب بتاعتك اقصى فريكونسي بتشتغل عليه كام، وما تقدرش توصل كريستال اعلى من كده. وده بيبان في رقم الاي سي. يعني مش احنا قلنا هنشتغل على مايكرو كنترولر AT89S51؟ في حاجه بتلاقيها بعده شرطه 24 بي سي. 24 دي هي الماكسيمم كريستال فريكوانسي ممكن ان انت توصلها عليه. يعني هو لو هو كده وصلت عليه مثلا اقل يشتغل، طب لو وصلت عليه 33 ميجا هرتز ما اشتغلش او يلخبط. هو مهيئ ان ماكسيمم كلوك فريكوانسي 24 ميجا هرتز. يبقى ده بيبان فين؟ في رقم الاي سي المكتوب عليه.
We can observe the frequency on the external plane using the oscilloscope. ماشي، ممكن ان انا لو عايز امونيتور الفريكوانسي دي ان انا اشوفها على الاوسيلوسكوب على بين اللي هي الاكستال 1 بعد ما اوصل الكريستال اوسيليتور تطلع لي الكلوك ممكن اشوفها. طب الار اس تي، الار اس تي اللي هو ريسيت بين، اللي هو بين رقم 9 اللي احنا قلنا عليه. ريسيت بين از ان انبوت اند از اكتف هاي، اكيد الريسيت بيبقى انبوت. زي ما انت مهم ان انت تعرف البينز بتاعت الماك كنترول كلها، الفانكشنز والاسم والبتاع كله والدايركشن بتاعها. طب الدايركشن بتاع ريسيت انبوت للمايكرو كنترول، طب الفولتج ليفل عليه اللي بيعمل ريسيت هاي، اكتف لو، اكتف هاي، اكتف هاي. upon applying a high pulse on this pin the microcontroller will reset and terminate all activities. بيريسيت ويبدا يشتغل، يرستر يعني يشتغل من الاول. This is often referred to as power on reset. باور اون ريسيت، وده ساعات يعتبروه نوع من انواع الانتربتس. انتربتس اللي هو ايه؟ اللي هو المايكرو كنترولر بتروح موقفه او شغال، تروح عامل له زرار زي ريسيت يخليه يبطل يشتغل ويبدا من الاول. فدي الفاليوز اللي بتبقى في الريجسترز اللي احنا لسه ما اتكلمناش عليها. الفاليوز التيبيكال بتبقى عامله ازاي؟ قال لك البروجرام كاونتر بيتصفر ات ريسيت ابون ريسيت. في ريجستر اسمه دي بي تي ار بيبقى برضه زيروز، الاكيميليتور اي سي سي بيبقى زيرو، في حاجه اسمها بي اس دبليو اللي هو البروجرام ستاتس وورد بتبقى زيرو، ستاك بوينتر بيبقى 7، البي ريجستر 00، والبورتات كلها عليها اف اف، واف اف يعني كلها واحد. ده اللي هو بيحصل، الشركه عامله كده، اول ما يحصل ريسيت الفاليوز بتاعت الريجسترات تبقى بالشكل ده. In order for the reset pin to be effective, it must have a minimum duration of two machine cycles. يعني لو الريسيت ده جاي من حاجة external مش من ضغطتك أنت، يبقى لازم تحط في اعتبارك إن هو ياخد على الأقل اتنين machine cycles according للإيه؟ للكريستال فريكونسي اللي أنت حاططها. أوكي؟ إنما طبعًا لو أنت بتضغط بإيدك بسويتش الريسيت أكيد هتعدي الاتنين machine cycles. ليه؟ لأن أنت ضغطتك دي بالملي سكند. لما ماشين سايكل دي بالنانو سكند، فانت اكيد الملي سكند ده يعني 1000 ولا 10000 مره اكتر من نانو سكند. In other words, the high pulse must be high for a max minimum of two machine cycles before it is allowed to go low. يعني تبقى هاي لو هاي لو لو هاي لو. التو دايجرامز اللي قدامك دول تو سكيماتكس، باور اون ريسيت سيركت وباور اون ريسيت وزاوت دي باونسر. اوكي، خليك على الايه الدايره اللي على الشمال. اوكي، الدايره اللي على الشمال بيقول لك ان انت دي باور اون ريسيت، اوتوماتيك باور اون ريسيت، واخد الريسيت موصله على ريزيستور 10K او 8.2K على الارضي، وكاباستور 10 مايكرو فاراد بالبي سي سي، وموصل الكريستال عادي زي ما قلنا مش مشكله. طب ده بيقول لك ايه اللي هيحصل؟ اول ما انت بتوصل الباور على المايكرو كنترولر، لو تفتكر في السيركتس كان فيه يقول لك الكاباستور في الترانزنت بيبقى شورت سيركت، اول ما تفتح عليه الباور بيبقى شورت سيركت، وبعد كده يبتدي يحصل له تشارجنج لحد ما يديفلوب فولتج عليه اللي هو الفولتج بتاع السبلاي. فالكاباستور انيشيالي شورت سيركت، يعني معناها ان هو هيوصل في سي سي للريسيت اول ما تفتح الباور، فيحصل ريسيت للمايكرو كنترولر، يبتدي ان هو يراستر ويشتغل من اول وجديد. وبعد كده خلاص الكاباستور بيبقى اوبن سيركت، تمام، والفولتج على البين هتبقى الفولتج بتاعت الايه اللي هي واصله بالمقاومه البول داون بالجراوند. بنقول الكلام ده ليه؟ الدايره دي عشان انت لو المايكرو كنترول لاي سبب وقف او هنج او عطل، مفيش حاجه تشغله غير ان تطفي الباور وتفتحها عليه او تعمل له ريسيت. فانا عشان اطفي وافتح الباور عليه هو ما فيهوش اوتوماتيك اون ريسيت. المايك كنترولرز الحديثه في حاجه اسمها باور اون ريسيت اوتوماتيك من غير الدايره دي، انما ال 851 ما فيهوش، فعشان كده لازم انا اعمل له دايره اكسترنال اسمها باور اون ريسيت، لقيت الكاباستور والريزيستور دول، عشان لو الكهرباء قطعت ورجعت يحصل له ريسيت يرجع يشتغل من اول وجديد، والا لازم واحد يروح عامل له ضغط على زرار الريسيت اللي هي السكيماتيك اللي على اليمين. السكيماتيك اللي على اليمين هو نفسه اللي على الشمال، اوكي،
بس معاه حاطط سويتش بوش باتن، بحيث ان لو الباور راحت ورجعت يحصل ريسيت، او اليوزر في اي وقت جاله مزاجه عايز يعمل ريسيت يعمل ريسيت. وطبعا ده احنا متعودين عليه في الموبايل بتاعنا، لو الموبايل لقيته تقيل قوي او مهنج او الابلكيشن وقف او كده، بتروح عامل ايه؟ نروح ضغط مثلا ضغطه طويله على زرار الاون اوف، ده سام سورت اوف ريسيت. اوكي طب لو ما جاش الزرار معايا او هنك برضو كده، تروح شايل البطاريه وحاططها لو البطاريه من النوع اللي بيتشال. في بين تانيه اسمها اي اي بار. اي اي ستاندز فور اكسترنال اكسس. اكسترنال اكسس الانتل لما عملت المايكرو كنترولر ده قالت ايه؟ قالت انا اي نعم عملته بحيث كل حاجه بلت ان عليه، الميموري والانبوت اوتبوتس كله، ولكن لو حد عايز يزود الميموري بتاعته سواء كانت الرام او الروم ممكن يوصل ميموري خارجيه، وده شبه المايكرو بروسيسور. يعني ده اسمه مايكرو بروسيسور مود. يعني انت شغال 8051 ان مايكرو بروسيسور مود، معناها ان انا موصل عليه ميموري خارجيه رام وروم، يعني باكسكيوت الكود مش من الميموري اللي عليه البلت ان، لا من الميموري خارجيه مثلا. طب ده ميزته ايه؟ ميزته ان انا الميموري بقدر اكتب فيها اللي انا عايزه بقى، يعني او الكود بتاعي اكتب براحتي، صح؟ يعني بدل ما انا 4 كيلو بايت الميموري بتاعتي، لا ممكن اخليها 64 كيلو بايت، ماشي؟ بدل ما الرام 8 كيلو بايت، لا ممكن اجيب 64 كي رام اكسترنال. فلو هتوصل اكسترنال ميموري على المايكرو كنترولر، البين دي بتخليها لو، يعني الاي اي بار دي بتخليها لو جراوند. ولو هتشتغل من الميموري اللي هي على المايكرو كنترولر نفسه البلت ان اللي هتبرمجها، بتخلي البين دي هاي، يبقى اي اي اللي هو الاكسترنال اكسس از ان انبوت بين اند ماست بي كونكتد تو في سي سي اور جراوند. لو في سي سي يو ار اكسكيوتنج ذا كود فروم ذا بلت ان فلاش اوف ذا مايكرو كنترولر. لو البين دي جراوند معناها يو ار اكسكيوتنج ذا كود فروم اكسترنال ميموري شيب كونكتد تو ذا مايكرو كنترولر. طبعا 8031 و 8032 ديفينتلي الاي اي بار بتاعتهم هتبقى باك جراوند، علشان هما ما لهمش اساسا كود انترنال، ما لهمش ميموري انترنال، لازم يشتغلوا من ميموري بره. فلازم انا اقول لهم خلي بالكم انتوا هتكسكيوت الايه البروجرام من الاكسترنال ميموري. يبقى زي 8031 اند 8032 فاميلي ممبرز دونت هاف اون تشيب روم، سو كود از ستورد اون ان اكسترنال روم اند از فيتشد باي 8031 H32. EA pin must be connected to ground to indicate that the code is stored external. طيب في 2 pins، خلي بالك كل ده احنا لسه ما اتكلمناش على البورتس، هنتكلم على الايه؟ بنتكلم على الحاجات اللي هي حوالين اللي انا بديها للاي سي علشان تبتدي انها ايه تشتغل او تطبق جاهزه يعني، صح؟ فقلنا ان انا سبلاي ريسيت بين الكلوك، لازم الاي اي دي برضو حاجه لازم انا اديها لها اقول له انت هتشتغل من الميموري الانترنال ولا الاكسترنال. في حاجه ثانيه اسمها بي اس سي ان واي ال اي. ذا فولوينج تو بينز ار يوزد مينلي ان 8031 بيز سيستم. دول لو انت مشغل او موصل اكسترنال ميموري دول بقى ليهم يعني اكشن او استخدام، لو انت شغال من الانترنال ميموري دول ما لهمش استخدام. بي اي ال اي اند بي اس سي ان بار. BSN bar stands for Program Store Enable. The output pin, Program Store Enable is an output pin. This pin is connected to OE bar pin of the ROM. لو انت موصل code memory، code memory بيبقى ليها pin اسمها OE اللي هي output enable. بتروح واخد ال output enable بتاعت ال memory وتروح موصلها بال PSN bar. طب ليه لي؟ سمعت عنها قبل كده في المايكرو بروسيسور. اي اللي ستاندز فور ادرس لاتش انيبل. ادرس لاتش انيبل ودي بستخدمها علشان اعمل سيبريشن ما بين الادرس والديتا. اوكي انتوا مش اخدتوا في ال 888 الادرس والديتا ان هم ملتيبلكسد مع بعض، اي دي 0 اي دي 1 اي دي 2 اي دي 3، وفي حاجه اسمها لاتش بتفصل كل الكلام ده عندنا هنا. يعني ان لما نيجي لجزء الميموري وهوصل اكسترنال ميموري على الاي سي على المايكرو كنترولر هستخدم نفس الدايره بتاعت المايكرو بروسيسور اللي انت اوريدي يمكن سمعت شفتها، بس طبعا ما نفذتش، متهيألي ما نفذتش حاجه، ما اشتغلتش اي سيات ووصلت كده. اوكي يبقى التو بينز دول غير مستخدمين الا لما اوصل اكسترنال ميموري على الايه على المايكرو كنترولر.
بي اس سي ان بار والي الي ادرس لاتش انيبل از ان اوتبوت بين اند از اكتيف هاي، والبروسيسور هو اللي بيطلعها على اساس حسب السوفت وير. وبورت 0 بقى زي ما هنشوف provides both address and data، يعني الادرس والداتا اللور بيطلعهم بورت 0. زي 31 multiplexes address and data through port 0 to save pins عشان نوفر بينات. ALE pin is used to demultiplexing the address and data by connecting to the G pin of the 74LS373 chip. Okay. زي في المايكرو بروسيسور انتل لما كنا بنعمل demultiplexing بنفصل الادرس من الداتا عن طريق IC هيا لاتش اسمها 74373، نفس الكلام هنعمله هنا. مش عارف اذا كنت الكلام ده فاكره ولا لا من المايكرو بروسيسور. مش اخدتوا هاردوير في المايكرو بروسيسور ولا مش فاكرين؟ طب خلاص، والباور طبعا خلصنا منه، باور البي سي سي والجراوند خلاص كده تمام. كده المايكرو كنترولر جاهز ان هو ايه بقى يديني بينز اشتغل بيها اللي هي البورتس او الانبوت اوتبوت بينز. دول عامة بيبقوا input output، يعني اذا كان البنات اللي فاتت في منهم input في منهم output بس، انما ده input output دول sorry الports input outputs، يعني تقدر ان انت تستخدمهم براحتك ايه زي ما انت عاوز. the 4-8 bit input output ports B0 B1 B2 B3 each uses 8 pins، كل واحد منهم 8 pins. All the ports upon reset are configured as output ready to be used as input ports. All ports upon reset are configured as input sorry مش output input تمام ready to be used as an input ports. عشان بيعمل الكلام ده ليه؟ اي مايكرو كنترولر في الدنيا مش ده بس، اول ما تعمل ريسيت البورتس بتاعته كلها تتقلب انبوت علشان يحمي المايكرو كنترولر. ليه؟ لان انت ممكن تكون بالغلط موصل رجل من رجلين المايكرو كنترولر ده بفولت 0 او 1، فلو كان upon reset الفولت البين دي اوتبوت بتطلع لوجيك مخالف للوجيك اللي انت موصل عليه، يعني مثلا انت البنايه دي upon reset بتطلع هاي وانا ناسي قمت انا موصلها كده كده بالجراوند، فاول ما اعمل ريسيت المايك كنترولر عايز يطلع هاي بس انا موصله كده كده بالجراوند نتيجه الغلط، ايه الاقوى؟ الجراوند اللي انا موصل بيه، فيحصل ايه؟ يحرق الانبوت اوتبوت بين دي، ما تبقى تبطل تشتغل، تبقى انيوزابل. اوكي، يبقى انت عندك البورت ده بدل ما 8 بينز بقى 7 بينز. طبعا يعني لو انت مستخدم البينز انديفيدوالي مش مشكلة، بس لو مستخدم البورت على بعضه عشان يعمل حاجة معينة طبعا يبقى هو يوزلس. اوكي طيب. يبقى ده مهم جدا تعرفه، ان اي مايكرو كنترولر upon reset all ports are configured as inputs. نيجي بقى على بورت بورت. بورت 0 بورت 0 is designated as AD0 AD7 اختصارا بنقول عليه اللي هو AD0 AD7 allowing it to be used for both address and data. يبقى الالترناتيف فانكشن بتاعت بورت 0 beside it is input output ان هو بيبروفايد الادرس والداتا. when connecting an 8051 to an external memory port 0 provides high address and data. Sorry, port 0 provides both address and data. يعني بالإضافة اللي هو port 0 اللي هو B0.0 B0.7 general input output ممكن يبقى بيديني ال A0 ال A7 اللي هما lower address lines بتوع ال external memory، أو ممكن يشتغل D0 ل D7 اللي هو ال external data memory أو ال data bus بتاع ال external data memory. طبعا according لإيه؟ according لل لازم البين اللي هي اسمها اي اي بار تبقى واصله بالجراوند، والاي اللي سيجنال الادرس لاتش انيبل هي اللي بتقول انا مشغل داتا ولا ادرس، يعني اللي طالع على البورت ده ادرس ولا داتا. تمام، بيبقى بيتم التحكم فيه عن طريق الاي اللي
The 8051 multiplexes address and data through port 0 to save pins عشان اوفر بالنات، والا لو كنت عملتهم لفانكشن محدده بس كان لازم اعمل البورت هو ال 8 بينز و8 بينز الادرس و8 بينز للديتا. بقت الاي سي هتزيد 16 رجل، الاي سي اي هتزيد عدد البينز بتاعتها 16 بين 16 رجل ليد. اي لي انديكيتس اف في 0 هاز ادرس اور ديتا. اي لي هي دي اللي بتبين لي او البروسيسور بيحدد على اساسها اللي طالع على البنات دي ادرس ولا ديتا. لو اي لي بهاي يبقى اللي طالع currently address، لو ايه اللي بلو يبقى اللي طالع currently data. It can be used for input and output. تمام؟ ده general purpose يعني usage بتاعها. Each pin must be connected externally to 10 kilo ohm pull up resistor. عشان يشتغل port 0 مظبوط لازم اوصله على مقاومات اسمها pull up resistors 10 k. كل واحدة 10 كي بالفي سي سي. وفي الهاردوير المقاومات دي ساعات بتيجي في حاجة اسمها لادر أو سيب اس اي بي أو بيسموها باللغة الدارجة مشط، مقاومة مشط كده، تبقى 9 رجلين 9 بينز، 8 بينز اللي هم بيتوصلوا بالبورت، والبين الكومن اللي بيبقى عليها دوت بتتوصل بالفي سي سي. بدل ما أنت تجيب 8 سيبريت ديسكريت ريزيستورز 10 كيلو اومز، بتجيب السيب ريزيستور دي على بعضها تحطها في البريد بورد وتروح موصلها بالفي سي سي الطرف اللي هنا. In 8051 based system with no external memory connection port واحد بقى، port واحد واثنين. In 8051 based systems with no external memory connection post P1 and P2 are used as simple input output. In 85131 based systems with external memory connection, port name must be used along with port 0 to provide 16 bit address for the external memory. And I'll tell you, I can connect up to 64K external memory. That was 64K memory. How many address lines for 64K? 16 bit address lines. طب 16 بت ادرس لاينز، الثمانيه الاولانيين A0 to A7 اخدتهم من B0، يبقى فاضل A8 to A15 هاخدهم منين؟ من بورت 2. انها بورت 1 مالوش اي alternative function، بورت P1 مالوش اي alternative function. يبقى B0 provides the lower 8 bits via A0 to A7، P2 is used for the upper 8 bits of the 16 bit address اللي هم A8 to A15. And it cannot be used for input output. ساعتها بقى ما اقدرش استخدم الايه؟ البينز البورت زي في الانبوت اوتبوت. ليه؟ لان اوريدي انا استخدمتهم مع الميموري. فاذا لو انا ده تريد اوف بقى، لو انا هوصل اكسترنال ميموري تو ذا مايكرو كنترولر ده كويس، الميموري بتبقى اكبر، الكود بتاعي بقدر اكتبه وبقى مش مهتم بالسايز بتاعه لان هو عندي مساحه كبيره، الرام بتاعتي كبيره. ولكن التريد اوف ان بورت 0 ضاع مني وبورت 2 ضاع مني برضه، حلو، ما مش موجودين، لكنهم مش موجودين. ليه؟ لان استخدمه مع الايه؟ مع الميموري عشان الادرس والداتا بتاعتها، مظبوط. طيب انما لو ما فيش اكسترنال ميموري يبقى بورت 0 وبورت 2 معايا 16 انبوت اوتبوت، اعمل بيهم اللي انا عايزه، اوصل بقى ال سي دي، اوصل 7 سيجمنت، اعمل اللي انا عايزه. طيب بي 3 كان بي يوزد از ان انبوت اور اوتبوت. تعالى بقى على بورت 3. بي 3 كان بي يوز از ان انبوت اور اوتبوت، ده الديفولت بتاعه، ولكن ايه الالترناتيف فانكشنز بتاعته بقى؟ ايه الحاجات المقابله اللي هو ممكن يستخدم فيها؟ ده مهم جدا. بورت 3 ده اهم بورت في المايكرو كنترولر لان ده فيه البريفرالز بقى كلها اللي احنا بنقول عليها، التايمرز والانتربتس والسيريال بورت وكده. فبي 3.0 ده الوظيفه الالترناتيف بتاعته ار اكس دي اللي هو ريسيف سيريال. B3.1 transmit serial. B3.2 interrupt 0. B3.3 interrupt 1. B3.4 timer 0. B3.5 timer 1. B3.6 write bar. B3.7 read bar. ال RxD و TxD دول peripheral اسمهم serial communication peripheral او serial port.
لاين تي 0 ولاين تي 1 دول بريفرال بتاعت الانتربتس، التي 0 والتي 1 دول بريفرال بتاعت التايمر، الرايت بار والريد بار دول بتوع الاكسترنال رام لو هتوصل اكسترنال ميموري. يبقى معنى كده ان في اتنين بينز كمان ضاعوا معايا لو انا هوصل ايه اكسترنال ميموري. يبقى انا ضاع معايا ايه بقى؟ ضاع معايا بورت 0 كله، وضاع معايا بورت 2 كله، وضاع معايا تو بينز فين؟ في بورت ايه؟ في بورت 3 لو انا موصل اكسترنال ميموري اللي هم الريد والرايت دول. لان انت لو موصل رام يبقى الرام لازم لها ريد ورايت، الرام لازم لها ريد ورايت، حلو؟ فهيجيبهم منين؟ هيجيبهم من التو بينز دول. اوكي، وكل الكلام ده طبعا مستخدم ومجربينه، وبنكتب في الميموري الاكسترنال والميموري الانترنال ونعمل كل حاجه. يعني كل الكلام ده زي ما قلت لك الكورس هنا ده فيري براكتيكال، مختلف عن الكورسز الاخرى اللي هي زي الاورجنايزيشن والاركتكتشر اللي انت بتعرف فيها حاجات كده توبكس او يعني حاجات زي شبه ثيوريتيكال، انما مفيش امبلمنتيشن او مفيش ايه تنفيذ. انما ده انا اي حاجه بناخدها في الكورس هنا تقدر ان انت تنفذها، سواء كانت سوفت وير او هارد وير. يعني حتى لو في اللاب مش هننفذ كل حاجه وانت عايز تنفذ حاجه منهم، تعالى لي قول لي انا عايز اوصل اكسترنال ميموري واشتغل عليها واكتب فيها واقرا منها، هقول لك التفاصيل بالظبط وهدي لك الايسات تشتغل عليها. كل ده مجربينه من غير مشاكل خالص. اوكي، فعشان كده الكورس ده يعتبر كورس كويس جدا، لان انت بتحس فيه بالايه، بالسوفت وير وبالهارد وير وحاجات الامبيدد سيستمز. اكسبلينينج انتل هكس فايل. احنا بنقول دلوقتي لو انت بتكتب بروجرام ديسكتوب للبي سي بالسي مثلا، ايه اللي بيحصل؟ بتكتب بروجرام سي، بتكمبايل، بتحول الدوت اكس اي، الدوت اكس اي ده الاكسكيوتابل فيرجن بتاعه، بتشغله على طول. طب بالنسبه لو انا بعمل بقى امبيدد سيستم ابلكيشن، بكتب ايه؟ برده بتفتح الكمبيوتر، بتفتح سي كومبايلر، بس مش سي كومبايلر العادي بقى، لا ده سي كومبايلر للمايكرو كنترولر اللي شغال بيه، والديفلوب والسيميليت والديباج وكله، في الاخر تحول للاكسكيوتابل فيرجن اللي هتنزلها على المايكرو كنترولر. انا مش هشتغل على البي سي. ايه بقى الاكسكيوتابل فيرجن اللي تنزل على المايكرو كنترولر ده؟ اسمها هكس فايل، هكس فايل او دوت اتش اي اكس فايل. يبقى انتل هكس فايل از وايد يوزد فايل فورمات ديزايند تو ستاندرايز ذا لودنج اوف اكسكيوتابل ماشين كودز انتو روم تشيب. متعارف عليه لاي حد بيديفلوب بروجرامز امبيدد للمايكرو كنترولرز بيعرف ان هو في حاجه اسمها انتل هكس فايل وعارف الفورمات بتاعه. Loaders that come with every ROM burner programmer supports the Intel X-File format. هتاخد في المعمل ان في حاجة اسمها programmer، هتجيبه البروجرامر ده بتوصله حتة هاردوير صغيرة، بتوصله بالكمبيوتر من ناحية، وتوصله بالايه بالمايكرو كنترولر بينز من ناحية تانية، ومعها software. السوفتوير ده لازم في الفايل open بتاعه تلاقيه بيقول لك file .hex file، زي ما انت بتفتح program للامج بروسيسنج او الفوتو مانجمنت او كده، بيقول لك من ضمن الفورماتس لازم مثلا دوت جي بي جي ودوت بي ام بي، دي الفايل فورماتس المعروفه للصور. هنا الفايل فورماتس المعروفه للامبيدد اللي هي دوت هكس. لودرز ذات كام ويز ايفري روم بيرنر بروجرامر سبورت انتل اكس فايل فورمات. ان ماني نيور ويندوز بيزد اسامبلرز ذا انتل اكس فايل از برودوس اوتوماتيكالي باي سيلكتنج ذا رايت سيتنجز. مش مشكله. In those based PC, we need to a utility called OH, OH يعني Object to X to produce that. طبعا احنا عشان ما نكتبش command line التحويل بنعمله automatic من ضمن ال IDE بتاع ال C compiler، فهو بيعمل كل الكلام ده. يعني اول ما اقول له compile تك يروح حاطط لي hex file. لو انا كنت شغال زمان tools console based او command line based، كان لازم انا اعمل بنفسي OH ل Object to X عشان يحوله ايه ل hex. اوكي، فدي ايه مهم. طيب زي ما قلنا بالنسبة للحصول على الهكس فايل ده اوتوماتيكالي بيتم عن طريق الكروس كومبايلر اللي انا بستخدمه بتاع نوع المايكرو كنترولر اللي انا بشتغل عليه او عايز اشتغل عليه، وبيتم اوتوماتيك خلاص. زمان زي بقولك كان في زي كوماند تولز بنعملها او كوماند لاين تولز
مفيش داعي ان انت نشغل نفسنا بيها ما دام انت هتشتغل بالايه كروس كومبايلر. طبعا في فرق بين الكومبايلر والكروس كومبايلر، ان الكومبايلر ده بتكتب فيه بروجرام بهاي ليفل لانجوج سي مثلا، والاكسكيتابل اللي طالع ده بيبقى لنفس الماشين اللي انت شغال عليه. يعني انا لو شغال على ماشين انتل بيزد، فالكومبايلر بيبقى لحاجات الانتل وبطلع اكسكيوتابل يشتغل على الماشينز الانتل وهكذا. انما انا لو بستخدم كمبيوتر بيزد على انتل بروسيسور عشان اديفلوب سوفت وير لتارجت بروسيسور تاني موتورولا او 8051 او اي حاجه، يبقى ساعتها الكومبايلر ده ما اسموش كومبايلر، اسمه كروس كومبايلر. كروس كومبايلر اوكي. طب ده تيبيكالي بروجرام او حاجه اسمها ليست فايل. الليست فايل ده بيبقى فيه زي ما هنشوف البروجرام المكتوب بتاعك بالاسمبلي اللي هو على اليمين، والايه الاوبجكت كود او الماشين كود بتاع كل انستراكشن اللي هو موجود تحت الكولوم اللي اسمه او بي جي الاوبجكت، وطبعا في اللوكيشن اللي هو البروجرام كاونتر. فاحنا طبعا لسه ما درسناش الاسمبلي لانجوج، بس الموضوع انا بتهيالي هو سيلف اكسبليند. يعني مثلا لما اقول اوريجينيت 0H معناها البروجرام هيبتدي من سطر 0، يبقى اذا البروجرام كاونتر الفاليو بتاعته في اللاين اللي بعده على طول 000. حلو. موف بي 0.55H هنعرف ده ان هو معناه ابعت الرقم 55 هكساديسمال ايميديتلي على البورت بي 0. ده اسمبلي. الماشين لانجوج ايكويفالنت بتاعه اللي هو موجود تحت الاو بي جي اللي هو 75 80 50 55، حيث 75 ده ممكن يبقى الاوب كود او الماشين لانجوج ايكويفالنت بتاع الموف، و موف في 0 75 80. تمام. وال55 اللي هو الاوبرند بتاعي اللي هو الحاجه اللي انا هشتغل عليها. كنت طبعا اوير بالاسمبلي طبعا من ايه في كذا كورس قبل كده. نفس الكلام برضو موف بي 1.55 يبقى 75 90 55. هنعرف ان 80 و 90 دول الادرسيز بتاعت بورت 0 بورت 1 لما ندرس الايه الريجسترز بتاعت المايكرو كنترول. المهم يعني ان انا في الاخر عندي البروجرام بتاعي اللي انا كاتبه بالاسمبلي لانجوج اتحول الى ماشين لانجوج اللي هي الارقام دي. طيب ايه بقى الهكس فايل؟ قال لك الهكس فايل ده هو موجود فيه الماشين لانجوج بس مترتبه بترتيب معين او بفورمات معين. تمام. ايه الفورمات ده؟ اللي هو ده. تمام. The hex file provides the following: the number of bytes of information to be loaded, the information itself, the starting address where information must be placed. فالهكس فايل اللي هو بيطلعه لك الكمبيوتر هو اللي موجود فوق ده اللي هو كولون نقطتين، دايما كل سطر بيبدأ بنقطتين كولون. اوكي. 10000075805055 ورا بعض كده. حلو. ايه دول بقى التفسير بتاعهم؟ قال لك التفسير بقى تحت الجزء اللي تحت. حلو. لما انت بتكتب كولون طبعا هو هيسمي سي سي، يعني اول تو كاركتر سي سي اللي هو ايه كاركتر كاونت، والاربع ديجيتس اللي بعدها طبعا احنا بنتكلم هكساديسيمال، الاربع ديجيتس اللي بعدها هيسميهم AAAA stands for address. اوكي. والتي تي اللي هو التايب. فاول سطر عندي ايه بقى نقطتين 1 0 والAAA 0000 والتي تي 00. قال لك ان كل السطور بتاعه الهكس فايل التي تي بتاعتها 00 ما عدا اخر لاين 01، يعني اخر لاين بس بيبقى التي تي بتاعته 01، انما كل السطور الثانيه 00 خلاص دي ما فيهاش مشكله. طب ايه بقى السي سي؟ قال لك السي سي ده الكاركتر كاونت الموجود في الايه في اللاين بتاعك، عدد الكاركترز بالهكساديسيمال. ف10 يعني 16 معناها في 16 ديتا هتفولو التي تي. طب ايه الاي اي الاي اي ده اللي هو الستارتنج ادرس اللي بيبدا منه الايه الاوب كود. فبالتالي الادرس 0000 يحتوي على 75، والادرس 0001 يحتوي على 80، والادرس 0002 يحتوي على 55 وهكذا ورا بعض. تمام. طب بعد ما خلص ال 16 ديتا اللي هو اخرهم في اللاين الاولاني عند AA في رقم بيبقى موجود بعد كده. خلاص. ايه الرقم ده؟ ده اسمه تشيك سم.
ده عشان يقول ان الارقام اللي موجوده في اللاين ده فاليد ولا لا. ازاي التشيك سام ده بيتحسب؟ طبعا مش انت اللي بتحسبه اوتوماتيكالي، الايه البروجرام الكروس كومبايلر هو اللي بيحسبه. هقول لك بيتحسب ازاي. اللي هو عندك هنا موجود اللي هو 9F، نفس الكلام بالنسبه للسطر الثاني. السطر الثاني بادئ بايه؟ كولون 10، تمام؟ يعني معناها في 16 داتا لاين داتا كاركترز موجودين في اللاين ده. 0010 معناها اللاين ده بيبدا من ادرس 16، 00 خلاص التي تي، بعد كده يفولو الايه الداتا بتاعته، وفي الاخر خالص التشيك سام 01. طيب وهكذا في الاخر خالص، اخر سطر في اي هيكس فايل دايما بيبقى كده 00 00 00 00 01 اف اف، بس ده اخر سطر في اي هيكس فايل. طيب ماشي. هنا بقى التفسير سي سي. اول حاجه الكولون، ايتش لاين ستارت وذ كولون. السي سي كاونت بايت، هاو ماني بايتس من 0 0 16 بيبقى ايه يوزد في اللاين. بعد كده الاي 16 بيت ادرس. التي تي تايب 0 0 كل السطور ما عدا 0 1 في اخر سطر. الداتا بقى اللي هي ريل انفورميشن داتا اور كود، تمام؟ هم دي 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 دي. الاس اس 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 اللي هو سنجل بايت اللي هو تشيك سام، هقول لك بيتحسب ازاي. او تشيك سام فيريفاي ذا تشيك سام بايت فور لاين 3 اوف فيجر 8 9، فيريفاي اولسو ذات ذا انفورميشن از نوت كوربتد. انا جاب لك سطر من السطور اللي هو ثالث سطر، قال لك احسب لي امتى بقى التشيك سام، او قول لي التشيك سام اللي هو 35 ده جه منين. قال لك التشيك سام ده بيجي ان انت بتجمع كل الديجيتس الموجودين في اللاين كلهم انكلودنج اللي بعد الكولون، يعني انكلودنج العدد الكاركترز، انكلودنج الادرس، الادرس انكلودنج الداتا، كل حاجه تجمعها على بعض. طلعت كام لما جمعهم على بعض؟ طلعت سي بي هكس ديسمال. يجيب لها توس كومبلمنت، يجيب لها توس كومبلمنت، طلعت 35 هكس ديسمال. هو ال 35 ده اللي يتحط فين؟ في الـ في الـ في التشيك سام، بحيث لو جمع عدد البايتس الموجودين او جمع ال طبعا هو لما جمع طلع ايه 5 سي بي 5 سي بي، هو بيدروب الموست سيجنيفيكانت ديجيتس وديجيت وبيخلي الايه الليست سيجنيفيكانت 8 بيتس اللي هم السي بي، ودول اللي بيجيب لهم التوس كومبلمنت. لو جمع طلع 0 0 يبقى هنا التشيك سام مظبوط واللاين مظبوط. طب ليه عملوا التشيك سام؟ التشيك سام ده عشان ممكن لو واحد فتح الاكس فايل، الاكس فايل ده بلين تكست، الاكس فايل ده بلين تكست، فبالتالي ممكن يخش يروح مغير. افرض مفيش تشيك سام، هيروح مغير في اي حاجه 0 1 خلاها 1 0 مثلا يعني، وخزن. وانت بقى جاي والفايل بتاعك على الهارد ديسك عندك وبتبرمج بيه الكنترولر ومش واخد خوانه ان حد غير لك ايه التشيك سام او غير لك سوري الداتا. تبرمج 100 حته دول برودكت، برمج 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 برمج، تيجي بقى تجرب تعمل تحط في البرودكت ما يشتغلش. الله ايه اللي حصل؟ مش عارف اللي حصل، حد حط لك ايه غير لك في حاجه وانت مش واخد بالك. فعشان كده البروجرامر لما بيحمل الهكس فايل بيتشيك على اللي احنا بنعمله دلوقتي تشيك سام، هل التشيك سام ده بيماتش الكاركترز اللي في اللاين ولا لا. لو لا يقول لك ذيس از نوت هكس فايل فورمات وما كملش. فالكومبايلر الاسمبلر بيعمل كده. ممكن انت تجرب الكلام ده، يعني بعد ما تعمل الهكس فايل بتاعك غير فيه اي حاجه وحبله تاني بالبروجرامر هيقول لك في مشكله في الفايل ده، او عرف منين في مشكله عشان حد غير وما غيرش في التشيك سام المقابل. الشاطر بقى اللي عايز يعمل يعني يبوظ المظبوط، يعني لو هاكر مظبوط يعني يغير في الداتا ويغير في التشيك سام الايه اللي هو موجود، تمام؟ طيب ده بالنسبه للانتل هكس فايل، وهو ده الستاندرد الحقيقه في الامبيدد سيستم سواء كانت للمايكرو كنترولرز ال8 بت او ال 16 بت او ال 32 بت. يعني الناس حتى اللي بتبرمج على الارم مايكرو كنترولر بيمشوا بنفس الكلام ستاندرد يعني. اوكي انت طبعا مش مهم قوي تعرف الفورمات ده الا لو انت هتعمل يور اون بروجرامر مثلا. افرض انت عايز تعمل يور اون سيستم او يور اون بروجرامر فلودر، فبالتالي انا لازم اعمل السيستم بتاعي اللي هو بيحمل هكس فايل من الاول وبيبتدي ان هو ايه يتعامل معاه ويبرمج بيه الايه المايكرو كنترول. اوكي بس هو يعني بالنسبه لنا لازم نبقى عارفين فورمات مبدئيا اوير بيه عشان ما نبقاش في حاجه ايه حاجه ناقصانا في الموضوع ده.
هنرجع بقى تاني على سلايد 57 نتكلم عليها شويه، اللي هي بدايه الايه الاسمبلي لانجويج بروجرامنج بتاع ال 8051. طيب ايه البروجرامر موديل او الاركتكتشر بتاع ال 8051؟ زي ما انت درست في الانتل بروسيسور اللي هو 8088 ان كان قال لك في حاجه اسمها ريجسترز عليه اي اكس وبي اكس وسي اكس ودي اكس، يعني وفلاج ريجستر، وكل واحد الوظيفه بتاعته. نفس الكلام هنا، احنا عايزين نعرف ايه ريجسترز على ال 8051. ريجسترز ار يوز تو ستور انفورميشن تمبري وايل ذا انفورميشن كود بي a byte of data to be passed or an address pointing to data to be fetched. ده بالنسبة للديتا. The vast majority of 8051 registers are 8 bits. يعني احنا كل registers اللي عندنا 8 bits ما عدا يمكن 2 registers بس اللي هو BC و DBTR، دول 16 bit. غير كده انا كله 8 bits. طبعا ال 8 بيتس زي ما انت عارف بيبقى من دي 0 لدي 7. الدي 0 تبقى اسمها ليست سيجنيفيكانت بيت او ال اس بي، والدي 7 هي موست سيجنيفيكانت بيت او ام اس بي. ده نوتيشن اللي احنا شغالين بيه. بالنسبه للريجسترز، ذا موست وايدلي يوزد ريجسترز هم الاي اللي هم الاكيميليتور، اي هو الاكيميليتور، بي هو البي ريجستر، ار 0 تو ار 7 دول جنرال بيربوس ريجسترز اسمهم ار 0 تو ار 7. دي بي تي ار ده 16 بت متقسمين دي بي ال دي بي اتش، شبه كده الاي اكس متقسم اي ال واي اتش في البروسيسور 8088. والبي سي اللي هو البروجرام كاونتر ده برضو 16 بت. دول اشهر ريجسترات موجوده، انما طبعا في ريجسترز ثانيه كتير. المايكرو كنترولر بيتميز ان الهاردوير بريفرلز بتوعه اوكي موجود لهم ريجسترز سوفت وير، يعني البورتس اللي احنا قلنا عليهم اللي هو بي 0 وبي 1 وبي 2 وبي 3 في مقابل ليهم ريجستر اسمه بي 0 في الميموري، مع ان بي 0 ده عباره عن 8 بنز فيزيكال، انما ليه مقابل ليه ريجستر اسمه بي 0. واي حاجه تتكتب في الريجستر ده اوتوماتيكال يحصل ايه؟ تطلع على البورت. يعني اليوزر اول ما يكتب في بورت في الريجستر اللي اسمه بورت 0 مثلا اف اف، يحصل ايه على البنز بتاعت البورت اللي هم الثمانية اللي هم البورت زيرو؟ لو جبت افوميتر او افو است عليهم تلاقي 5 فولت 5 فولت 5 اللي هو الاف اف يعني. طب لو اليوزر غير البي زيرو دي خلاها 0 اف، هات افوميتر هتلاقي اول 4 بيتس بقى 1 1 1 1 واخر 4 بيتس هيبقوا 0 0 0 0 دي بقى على طول. تمام؟ فدي الفكره، ان انت السوفت وير والهارد وير مرتبطين ببعض. لما بعمل حاجه بالسوفت وير اوتوماتيكالي يتعمل لها ريفلكشن على الايه الهارد وير. زي ما انت عارف الفورمات بتاع الانستراكشن الاسمبلي ان جنرال بيبقى مكون من يعني ثلاثه سيكشنز، هنقول اربعه سيكشنز اللي هم الاوب كود، بس خلينا نقول فيه ليبل، هي مش موجوده هنا ليبل، يعني عندي ليبل وبعد كده الاوب كود اللي هو موف مثلا، وبعد كده اللي عندي الاوبرانس اللي هو السورس والديستنيشن، وبعد كده عندي كومنت. اربع فيلدز. The instructions tell the CPU to move خلاص او copy the source operator to operand to the destination operand. Move destination comma source. دايما النوتيشن زي بتاع الانتل، يعني لما بقول move حاجه كوما حاجه معناها الحاجه القريبه من الموف دي هي the destination الوجهه، الحاجه اللي انا هكتب فيها، والبعيده عن الامر موف بيبقى هي دي السورس او الحاجات الاساسيه او اللي هجيب منها الداتا. تمام؟ ده مثال موف اف اي كوما هاش 55 اتش، لود ذا فاليو 55 اتش انتو ريجستر اي على طول immediately. وانت زي ما درست قبل كده نوع اسمه immediate addressing مود. موف بي 0 كوما اي كوبي ذا كونتنتس اوف اي انتو ار 0، موف ار 0 كوما اي copy the contents of A accumulator into R0. Move R1, A نفس الكلام، copy A into R1، move R2, A وهكذا. Move R3, hash 95، حط 95 hexadecimal في R3 ما فيهاش مشكلة، يبقى ده move instruction. هنا بيقول لك ال value preceded with hash can be loaded directly to register A B C، وده اسمه immediate
بيسموها immediate addressing mode مش direct, immediate لما ندرس ال addressing modes. يبقى move a comma hash 23h معناها حط 23h into a immediately. نفس الكلام بالنسبة ايه ال R5. طبعا لو ال immediate operand بيبدأ بديجيت من a ل f بتعمله preceding بزيرو عشان الاسمبلر او كومبايلر يعني يفرق ما بينه وبين الليبل او الفاريبل. يعني لو كتبت move r5, f9h move r5, f hash f9h على طول هيفتكر مين اللي قاله ان f9 دي مش متعرفه فوق انها بحاجه معينه صح؟ ما هو f9 ده string, فعشان تقول ان ده مش string او variable ان هو immediate value بتحط قبله zero لو الديجيت بيبدا بديجيت من a ل f. If the value 0 to f moved into 8 bit register, the rest of the bits are assumed all zero. يعني لو قلت move a comma hash 5 يبقى هيتحط اوتوماتيكالي في الـ في الـ في الـ في الاكيميليتور 5 اصفار 101. Move a value that is too large into register will cause an error. اكيد لو انت حطيت في register 8 bits value 16 بت او اكتر من 8 بتس ممكن الاسمبلر لازم يديك ايرور. نيجي على الانستراكشن تاني اد a كوما سورس, واد a كوما سورس بيجمع ال a بلس السورس وحط الناتج في ال a ببساطه. وبالتالي لو قلت موف a كوما هاش 25h موف r2 كوما هاش 34h اد a كوما r2 هيجمع ال a زائد ال r2 والناتج بتاعهم يحطه في الاكيميليتر. الكلام كله very straightforward. اوكي مشابه جدا للمايكرو بروسيسور. ده اللي بنتكلم على assembly language. ده كده بس introduction يعني. In the early days of computers programmers coded in machine language consisting of zeros and one. يعني كنت بتكتب البروجرام للمايكرو بروسيسور او المايكرو كنترولر بالوحايد والاصفار يعني بسويتشات. ده طبعا tedious, ممل جدا, سلو, بطيء جدا, and prone to error, معرض ان انت تعمل اخطاء كتير. جت بعد كده الاسمبلي لانجوج which provides mnemonics for the machine code instructions plus other features. ده عملوا لها development, قال لك خلاص احنا بدل الوحايد والاصفار دي صعبه هنعمل حبه يعني نيمونكس او حروف نميز بيها الامر. مثلا اد نسميه اي دي دي, موف نسميه ام او في, وهكذا. An assembly language program consists of a series of lines of assembly language instructions. أكيد البروجرام بيتكون من مجموعة assembly language instructions. طبعا بنقول ال assembly language أو ال machine language بقى للوحدة وصفار is a low level language. It deals directly with internal structure of the CPU. Okay. طيب انا بقول بس حاجه من الاكسبيرينس بتاعتي. انا اول بدايتي في مع المايكرو بروسيسور او المايكرو كنترولرز المايكرو بروسيسور يعني كنت بكتب البروجرام في اي سي في ميموري وبعد كده ان انا احط الميموري دي مع المايكرو بروسيسور عشان يرن البروجرام. طب كنت بكتب البروجرام ازاي؟ كنت بجيب الانستراكشنز قبل الكمبيوترز والكروس كومبايلرز والكلام ده, بجيب الورقه وقلم واقعد اكتب امر اد ده من الكتاب, ده الكود بتاعه 001010 مش عارف ايه واحد وصفار, وبعد كده اجيب السويتشات والدات وادخل البروجرام ده مانيوال بالسويتشات والدات واكتبه في الايه في الميموري. وبعد ما يتكتب في الاي بي روم اروح شايل الميموري وحاططها فين؟ في مع المايكرو بروسيسور وابتدي اشوف هيشتغل ولا مش هيشتغل. طبعا لو ما اشتغلش حاجات كتير قوي تخليه ما يشتغلش كتير. ممكن التوصيل نفسه بتاعي فيه غلطه, دي اول حاجه. ممكن الاي سي منهم فيها مشكله بايظه, ممكن الكود اللي انا كاتبه بالتالي فيه ما اتكتبتش مثلا, تمام؟ فكانت العمليه صعبه جدا ان انت تخلي حاجه بالشكل ده تشتغل وفي فاريبلز كتيره قوي ممكن تبقى لو ما اشتغلتش لما اشتغلش السيستم تبقى هي السبب. كان صعب جدا الديباجنج, بس انا كنت بفضل ورا الحاجه لحد ما في الاخر السيستم يشتغل. فكده ان انا اتاكد ان كله تمام, اي سيات تمام, التوصيل بتاعي تمام, والكود اللي انا كاتبه مع الاي سي تمام. طبعا كان حاجه صعبه جدا وتيديس جدا وبتاخد وقت ومجهود وغلطات كتير وهكذا, بس طبعا بعد كده ما الدنيا اتطورت بقى في بروجرامرز الاي سيات دي على طول بتحط وتوصل على الكمبيوتر وتكتب وما تشغلش بالك بقى
هو بيكتب ويفيريفاي ويتاكد انك حاجه اتكتبت وكل الكلام ده. بس انا واحد من الناس يعني ايه الاكسبيرينس دي عديت بيها. Assembly language instructions دي نيمونيك زي ما قلنا abbreviation easy to remember add move sub mul. The command to the CPU telling it what those to do with those items. Optionally followed by one or two operands. The data items being manipulated. والoperand ده بيقولك optionally. ليه optionally؟ عشان ممكن انت يبقى في امر مفهوم ضمن الoperand بتاعه. يعني مش لازم انا احط له operand. وفي اوامر ليها اتنين operands. يعني مثلا بقولك incremental accumulator. مثلا. يبقى ده وان اوبرنت بيعمل ايه؟ بيزود الاكيميليتور بواحد. اوكي في انستراكشنز ثانيه مفهومه ضمن مثلا زي سي ال اي كده بس سي ال اي بس خلاص كلير الانتربت فلاج هو مفهوم ضمن بيكلير ايه الانتربت فلاج سي ال اي مثلا يعني. ففي اوامر ملهاش اوبرنت وفي اوامر ليها وان اوبرنت وفي اوامر ليها تو اوبرنتس زي اد وموف وسب وكده. A given assembly language program is a series of statements or lines. Assembly language instructions tell the CPU what to do. Directives is a pseudo instructions. Give directions to assembly. ايه بقى ال directives? Assembler directive هو امر بس مش امر للمايكرو كنترولر. ده امر للassembler. بيقول فيه يعني يعمل حاجات معينة في تنظيم الكود. يعني مثلا ما قولك originate 0H. هل البروسيسور فيه assembly language instruction اسمه ORG؟ لا مفيش. انما ORG ده بتاع ليه؟ بتاع الاسمبلر. بيقول اول لاين هيبدا من ادرس زيرو. طب اند لما اكتب اند اند معناه ان انا بني البرنامج. هل اند ده امر اسمبلر؟ لا مش امر اسمبلر. الكلام ده انتوا عارفينه منين؟ من الاركتكشر. طب انا assembly language instruction consist of four fields. زي ما قلت الليبل وده اوبشنال ممكن ما تحطش ليبل. النيمونيك لازم يبقى فيه نيمونيك. اوبرنت اوبشنال وكومنت اوبشنال. يبقى معنى كده ان ممكن السطر الاسامبلي بتاعي يبقى اونلي وان نيمونيك وزود اني اوبرنت او كومنت او ليبل زي مثلا سي ال اي او اس تي اي او كلام. او ار جي 0 اتش الاو ار جي ده اسمه دايركتيف دونت جنريت اني ماشين لانجوج او ماشين كود مالوش ماشين كود اند يوزد اونلي باي ذا اسامبلر. ORG 0H معناها البروجرام كاونتر اللي بعدي هيبقى من اول ادرس 0H. وتيجي بقى الانستراكشنز بعد كده موف R5.25H موف مش عارف ايه كل واحد. لو انت عايز تحط ليبل عشان تشرح هو بيعمل ايه بتحط سيمي كولن. ممكن يبقى في ليبل زي هير هير كولن اس جامب هير. الانستراكشن ده يبان ان هو يعني ملوش لازمه او يعني المفروض ما يتحطش. ايه هير نقطتين اس جامب هير ده هيقعد انفنت لوب على نفس السطر. في حد يعمل كده؟ ده بقى مختلف عن بروجرامز ايه الديسكتوب. هنا في المايكرو كنترولر لازم اي بروجرام تكتبه حاجه من اتنين، يا اما يكون هو اوريدي جوه انفنت لوب رايح جاي عليها قاعد شغال زي مثلا انت بتعمل فلاشر. الفلاشر بيعمل ايه؟ بيطلع هاي على رجل كنترولر، بعد كده يطلع يعمل ديلي، وبعد كده يطلع لو، بعد كده يعمل ديلي، ويرجع تاني يطلع هاي وهكذا يفضل كده فور ايفر. تمام؟ أو قاعد مستني انبوت برضه فور ايفر، لما يجي لك الانبوت مش عارف اعمل كذا أو انتربت. إنما ما ينفعش إن أنت تعمل مثلا بتعمل بروجرام بيجمع رقمين تكتب الأوبرانز و و و و وجمع الرقمين وخلاص خلصنا. مفيش حاجة كده. ليه؟ البروجرام كاونتر ده لازم يشتغل، فبعد ما جمع الرقمين لازم هيزيد بواحد، فلما يزيد بواحد هيروح ينفذ الانستراكشن الموجود قدامه. فانت مش كاتب انستراكشن، انت سايبه جاربج او سايب الميموري زي ما هي، فهيروح ينفذ جاربج فممكن يحصل كراش. انما انا بقى هنا بعمل له فورسنج، بقول له بعد ما خلصت، بعد ما عملت البروجرام بتاعك اللي هو بيخلص مش انفنت لوب، لا برنامج بيجمع رقمين وخلاص ويظهرهم على اي حاجه. جمعهم وظهرهم، روح بقى ايه؟ انفنت لوب تاني على نفس السطر يفضل كده فور ايفر. هو كده والا تخليه يعمل حاجه اسمها سليب، يروح ينام يسيف الباور ويسليب وخلاص، واول ما حد يضغط زرار يبتدي يصحى تاني. وده الكلام ده بيحصل في حاجه اسمها سليب مود ويك اب مود وهكذا. تمام؟ طيب assembling and burning an 851 program. The steps of assembly language program are outlined as follows. First we use an editor to type a program. تمام؟ many excellent editors مثلا او نوت باد او وورد او كده. الكلام ده كان زمان،
ما احنا كنا بنكتب الفايل ونخزنه لوحده، وبعد كده نجيب الكوماند لاين تول ونابلاي على الفايل ده، وبعد كده مش عارف نعمل لينك، يعني حبه انستراكشنز. دلوقتي زي ما بقول لك، زي ما هتشوف في اللاب في بروجرام سوفت وير جاهز اسمه كايل، ده ستاندرد بتاع 851 كنترولرز. بتكتب انت جوه الاديتور الاي دي بتاعه وتقول له كومبايل وتقول له سيميليت وتقول له ديباج، يحول لك هيكس فايل على طول. فالكلام ده قديم شويه. يبقى فيرست وي يوز ان اديتور تو بروجرام ميني اكس خلاص. بروسيسور ار افيلبل ذات كان بي يوز تو كرييت اند اور اديت ذا بروجرام. Notice that the editor must be able to produce an ASCII file, طبعا معروف زي الـ Notepad. For many assemblers, the file names followed the usual DOS convention. يفضل ان انت تستخدم الـ usual DOS convention اللي هو الـ اسم الفايل بتاعك يبقى 8 characters، الـ extension بتاعه يبقى 3 characters، معروف يعني. طبعا عايز بقى انت تحطه بالعربي وكده ممكن يعمل معك مشاكل مع الحاجات بتاعت الـ embedded يعني. The ASM source file containing a program code created in step 1 fed to 851 assembler. An assembler converts an instruction into machine code. The assembler will produce an object file and a list file. ايه اللي بيطلع الاسمبلر؟ بيطلع حاجة اسمها list file و object file. الليست فايل اللي احنا شفناه قبل كده اللي هو مكتوب فيه اللاين نمبر والبروجرام والماشين لانجوج، فيه كل حاجة. The extension for the object file is .obj while the extension for the list file is .lst. الفايلات دي هتلاقيها بتتخلق لك جوه الدايركتوري اللي انت شغال فيه، حتى انت لو شغال على كايل اللي احنا بنقول عليه. Assembler requires third step called linking. ايه اللينكينج ده بقى؟ The linker program takes one or more object files and produce an absolute object file with the extension abs. This abs file is used by 851 trainer that have a monitor program. ساعات ان انا ما بكتبش فايل واحد، انا بكتب مجموعه فايلز اسمبلي فلازم يتربطوا مع بعض، لان هو كل واحد منهم فيه فانكشن معينه. تمام؟ عامل زي مثلا في الويندوز ديسكتوب ابلكيشن، لو انت بتعمل مثلا حاجه اسمها دي ال ال، دي ال ال تمام. ايه دي ال ال فايلز؟ دي ال ال فايلز عباره عن فايل دي ال ال في فانكشنز مكتوبه بس هو باينري فايل. اكتب انا بقى كود تاني انادي منه الفانكشنز الموجوده جوه الدي ال ال، بس اليوزر ما يشوفش الديفينيشنز، هو يستخدمها بس. تمام؟ دي حاجات في السوفت وير بقى، دي حاجات بفلوس يعني، دي حاجات انت واحد بيديفلوب حاجه ومش عايز اليوزر ان هو يعرف التفاصيل، لانه لو عرف التفاصيل هيعمل منها 100 برودكت. انما انت صاحب الحاجه انت اللي تعمل ال 100 برودكت دول، انما هو يستخدم واحد منهم بس. فده نفس الكلام، انا عندي 2 هيكس فايلز، 2 اسمبلي فايلز. واحد فيه تعريفات الفانكشنز وواحد فيه استخدامات الفانكشنز دي متعرف لي. يبقى انا اعمل ده اوبجكت، اعمل ده اوبجكت اوكي، واعمل ده اوبجكت واخليهم اعمل لهم لينكينج مع بعض، يطلع فايل واحد في الاخر اليوزر ما يتوه فيه، ما يعرفش فين الداتا وفين الديفينيشنز موجوده فيه. يبقى نيكست الاي بي اس فايل از فيد انتو بروجرام اسمه كولد او اتش. او اتش اللي اوبجكت تو هيكس، بيحول بقى من الاوبجكت للهيكس. طب لو انا ما عنديش كذا اوبجكت فايل يبقى مش محتاج اعمل لينكينج، هو فايل واحد بس، هو فايل واحد بس حولته من اسامبلي لاوبجكت ومن اوبجكت لهكس خلصنا. اوكي؟ انما انا لو عندي اكتر من فايل يبقى لازم الاول اضمهم مع بعض فين؟ في اعمل لهم لينكينج. يبقى اذا اديتور بروجرام بكتب فيه البروجرام، اسامبلر بروجرام يجي له يطلع لي اوبجكت ويطلع لي ليست، يخش على اللينكر مع اذر اوبجكت فايلز يطلع لي اي بي اس فايل، يخش على الاوبجكت وهكس يطلع لي الايه؟ الهكس فايل. لو مفيش اذر فايلز يبقى انا مش محتاج لينكر. ده الليست فايل بقى. بص الليست فايل زي ما قلنا في ايه؟ في كل حاجه، في البروجرام بتاعك وفي الماشين لانجوج وفي البروجرام كاونتر، كل حاجه. وتلاحظ بقى البروجرام كاونتر ان هو بايه؟ بيزيد حسب ايه؟ حسب عدد الكاركترز اللي بيستغلها الايه؟ الانستراكشن. يعني مثلا اول انستراكشن موف ار 5 هاش 25 اتش، ده الماشين لانجوج بتاعه 7D25 وبادئ من اللوكيشن كام؟ 0000 بروجرام كاونتر. يبقى ده هياخد في الميموري تو لوكيشنز 0000 و0001. طب اللي بعده يبدا منين؟ من ادرس 0002 ويتحط فيه ايه؟ وهكذا. تالي مفهوم. The program counter points to the address of the next instruction to be executed. As the CPU fetches the opcode from the program ROM,
The program counter is increasing to point to the next instruction. The program counter is 16 bit. This means that it can access up to 64K, اللي هو من 0000 to FFFFH, total of 64K of code. Upon power up, all 8051 members starts at memory address 0000 when they powered up. قلناها قبل كده, البروجرام كاونتر بيريسيت ل 0000. The first opcode is burned into RAM address 0000, هو ده اللي هيتنفذ. لو راح للوكيشن ده لازم يبقى الاقي فيه instruction. We achieve this by originate statement, اللي هو assembler directive in the source program. Examine the list file and how the opcode is present in RAM. بص بقى, ده من اول الليست لحد ما اكنك بتكتب في الميموري. الليست خلاص فهمناه, ايه الكونتنتس بتاعته معروفه. واحده واحده بقى ممكن تعمله تيبل. التيبل ده حط فيه الادرس والماشين لانجوج والاسمبلي سورس واحده واحده. طب بعد كده احط الادرس بالترتيب بقى 0 1 2 3 4, ده اللوكيشنز اكن بروجرام كاونتر, والماشين كود بايت باي بايت اللي هيتحط فيه. هي دي بقى الميموري كونتنتس, هي دي اللي انا كنت بقول لك لما انا كنت مانيولي بكتب البروجرام في الميموري كان عندي جدول زي ده بعمله. بقول اللوكيشن 0 هيتكتب فيه 7 دي, لوكيشن 1 يتكتب فيه 25, لوكيشن 2 يتكتب فيه 7 اف, وهكذا. كان عندي 16 سويتش للادرس و8 سويتش للديتا, واقعد اعمل بقى ايه هاي لو لو هاي 1100 واضرب اعمل ايه رايت واشوف, وبعد ما اكتب افيريفاي. طب افيريفاي ازاي؟ احط ال 16 ادرس بيت ادرس وعندي بقى عديت اوصل 8 للدات, واتاكد ان الدات بتنور حسب الايه ال 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 الكود اللي هو اللي اساسا كان مكتوب. ده كانت الطريقه اللي انا بشتغل بيها, وكنت طبعا بياخد وقت طويل جدا. دلوقتي الكلام ده ما بيتعملش كده, هو تحط في البروجرامر يقرا ويكتب ويفيريفاي ويقارن وكله تمام ويقول لك تمام. ثانية. Executing the program. A step-by-step description of the action of 8051 upon applying power up on. When 8051 is powered up, the PC program counter بيبقى 0000 عشان يبدأ يفتش أول أو يجيب أول أمر. From location 0000 in the ROM. طبعا بنقول ROM, هي المفروض إن في الوقت الحالي بنقول فلاش. زمان كانت ROM, 8051 كان ROM. إنما دلوقتي مع أتمل مايكرو كنترول هتشتغل بيها في اللاب فلاش. Upon executing the opcode 7D, the CPU fetches the value 25. ليه؟ لأن هو بقى جوه بقى البروسيسور عارف أول ما يجي لي 7D معناها إن الأمر ده أمر موف. طب موف يبقى هجيب الأوبرند اللي بعده, زي ما أنت عارف طبعًا إيه في الأركتكشر ما أخدنا. Upon executing the opcode 7F, the value 34 is moved, وهكذا. تمام. هو بيقول لك واحدة واحدة, متهيألي إيه كأنه سلو موشن يعني. بس هو الكلام واضح يعني. البروجرام كاونتر بيزيد إزاي؟ بيقول لك no member of 8051 family can access more than 64K byte of code. مفيش ايفر اي نوع حتى من الانواع الحديثه اللي بتتعمل فيها اكتر او يأكسس اكتر من 64K. حسب بقى الكنترول انت شغال عليه, لو شغال على الكنترول الاساسي اللي هو 8051 او اي فيرجن منه اللي هو 8751 او 8951 اي حاجه, دول 4K. 4K يعني starting address 0000 وending address 0FFFF. طب لو انت شغال على انواع من شركات تانية اللي كان فيها الميموري اكبر, يبقى على حسب بقى الميموري بتاعتك. خلاص, لو شغال مثلا نوع اللي بعده ده مثلا 8K فبينتهي عن 3FFFF, النوع اللي بعده 16K فبينتهي عن 7FFFF. Data type. 8051 microcontroller has only one data type, 8 bits. The size of each register is also 8 bits. Its job, it is the job of the programmer to break down data larger than 8 bits من 00FF من 0 to F 255 decimal. The data bytes can be positive or negative. طبعا انت فرض انت بتجمع رقم 16 بت زائد رقم 16 بت. التاسك بتاعتك انا عايز اكتب برنامج كده. خلاص, يبقى انا لازم اجيب ال 16 بت دول اقسمهم نصين, 8 بتس لور 8 بتس هاير, وابتدي اشتغل عليهم ايه بالطريقه دي. يبقى دي وظيفه الاير بروجرامر او مساله البروجرامر, ان هو لو الداتا عنده اكبر من اكتر من 8 بتس ان هو يقسمها. من ضمن الاسمبلر دايركتيفز حاجه اسمها دي بي ودي دبليو.
دي بي ستاندز فور ديفاين بايت. ديفاين بايت عايز تحط بعض البايتس في الميموري تخزنه. زي دي بي دايركتيف از موست وايدلي يوزد داتا دايركتيف ان اسمبلي. It is used to define 8-bit data. When DB is used to define data, the numbers can be in decimal, binary, hex, or ASCII format. زي السطر الأخير اللي أنت شايفه مكتوب إيه؟ Data 6 column DB. My name is Joe. بين double quotes. إيه اللي هيحصل؟ ده هيخزن الأسكي كود بتاع الام في الأدرس بتاع الفاريبل اللي هو الداتا سيت ده، والادرس اللي بعده هيخزن فيه الاسكي كود بتاع الواي، والادرس اللي بعده الادرس الاسكي كود بتاع السبيس، والادرس اللي بعده وهكذا. نبدا كده من الاول. داتا 1 اوريجينيت 500 اتش، اوريجينيت 500 اتش، يبقى معناها الادرس اوف داتا 1 از 500. الادرس بتاع داتا 1 500. فنقول داتا 1 كولون دي بي 28، معناها 28 دي از ستورد ان لوكيشن 500 في الميموري. طب 500 ده بايت واحد بس، حلو. طب لما انا اكتب بعدها داتا 2 دي بي 00110 مش عارف ايه، يبقى اذا الباينري فاليو دي هتتخزن فين؟ في 501. طب لما بعدها اقول داتا 3 دي بي كذا، يبقى دي 502 هتخزن فيها 35، وهكذا بالترتيب. طب اوريجينيت 510، وبعدين داتا 4 دي بي 2591 بين دبل كوتس، يبقى في 510 هيخزن الاسكي كود اوف 2، 511 هيخزن اسكي كود اوف 5، 512 اسكي كود اوف 9، 513 هيخزن اسكي كود اوف 1. ده مش رقم، ده مش رقم، ده سترينج ما دام بين دبل كوتس، وهكذا. خلاص، فايه، فده بالنسبه للدي بي اللي هو ديفاين بايت، وفي زيه حاجه اسمها ديفاين وورد. اوريجينيت طبعا زي ما قلناها معروفه، واند اللي بتنهي بيها البروجرام. دول اسمهم اسمبلر دايركتيفز، سيمبلر دايركتيفز. في عندي حاجه اسمها ايكويت، اي كيو يو، زي بالظبط هاش ديفاين. لو انت عايز تعرف كونستانت، هاش ديفاين في السي. This is used to define a constant without occupying a memory location. اوكي، طب ما بتحجزلوش memory location، ده مش variable، ده مجرد constant بتسميه. The EQ, the equate directive does not set aside storage of data item but associates a constant value with a data label. When the label appears in the program, its constant value will be substituted for the label. يعني كل ما شو زي ما تقول لك عايز تعرف باي مثلا، هاش ديفاين باي 3.14، اي حته في البروجرام بقى يلاقي فيها باي يريبلسها بايه؟ ب 3.14. يسهل لك الدنيا شويه. مثال count EQU 25 وبعدين move B3, hash count. أول ما يمشي phase 1 الأسمبلر بيعمل إيه؟ بيشوف بيresolve الفاريبلز، فيلاقي حاجة اسمها count، يروح فوق يلاقي count دي ب 25، يروح شايل count رميها وحاطط فيها 25. يبقى الفيز الأولاني بعد ما يعدي عليه هيبقى move R3, hash 25. طيب هنستوب هنا عند حاجه اسمها البي اس دبليو اللي هو البروجرام ستاتس وورد، اللي هو شبه الفلاج ريجستر عندي في البروسيسور.